بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنكمل على السيربرم. السيربرم ده اللي بنتكلم على المخ نفسه، وبنتكلم اول حاجه فيه على الاكسترنال فيتشرز اللي هو شكله الخارجي، وفي اول حاجه فيه برضه هنتكلم على الانفيرور سيرفيس اوف ذا برين. انفيرور سيرفيس اوف برين اللي هو بيكون موجود ايه على النورما فيزاريز انترنا بتاع السكال، يعني موجود على ايه، على قاع السكال من الداخل، فبنسميه انفيرور سيرفيس اوف ذا برين او بنسميه بيز اوف ذا برين. يبقى ايه البيز اوف ذا برين؟ اول حاجه برضو في البيز اوف ذا برين بنتكلم على الانتربدانكولار فوسا. الانتربدانكولار فوسا ده حقيقه يعني هي من الحاجات المهمه جدا اللي بنعتبرها لاند مارك بالنسبه للانفيريور سيرفيس. هنزل الاول قبل ما اتكلم على قبل ما اخد التكست النظري دوت، هاخد الايه الصوره واتكلم على الانتربدانكولار فوسا. ديت الانتربدانكولار فوسا زي ما احنا شايفين كده شكلها زي ايه معين كده، ديت الانتربدانكولار فوسا. اللي موجود قدامها ده الاوبتيك كيازم، ده موجود انتيريور. طبعا احنا بصينا كده من الانفيريور سيرفيس، يعني ده بالنسبه لي انتيريور وده بالنسبه لي ايه بوستيريور. فالانتيريور بالنسبه لي الاوبتيك كيازم، والبوستيريور بالنسبه لنا الابر بوردر بتاع الايه بتاع البونز. واللاترال بقى على الناحيتين هنا اللي هو البوستيريور لاترال. بوستيريور لاترال ده سريبرال بدانكل على ايه بوستيريور على اللاترال سايد، والاوبتيك تراكت على انتيريور. يبقى برضه لاترال بس انتيريور. يبقى انتيريور لاترال ده بيكون الايه الاوبتيك تراكت، وبوستيريور لاترال بيكون سريبرال بدانكل. ديت الايه الانتربدانكلر فوس ليه؟ لان هو موجود ما بين الايه السريبرال بدانكل الاثنين دول، فعشان كده بنسميها الانتربدانكلر ايه انتربدانكلر فوس. ده الشكل المعين احنا بنتكلم عليه. موجود فيها الكونتنت بتاعتها اغلبيتها طبعا تبع حاجه اسمها الهايبوثالاموس، اللي هي مثلا هنلاقي هنا الايه ده التيوبر سينيريوم، منطقه مرتفعه كده موجوده في الاول خالص اهيت بعد الاوبتيك كيازم على طول، والانفانتبلم متصل بيها، وهنا الاثنين ماميلاري بودي بوستيريور. لكن التيوبر سينيريوم بيكون واحد بس في الايه في الميديان بلين، انما التيوبر سينيريوم بيكون ايه على التو سايد، بيكون منهم موجود ايه اثنين وهنتكلم عنهم بعد كده. ده الكونتنت بتاعتها. طبعا من الكونتنت بوستيريور خالص كده موجود الايه الاوكيلوموتور نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم 3 بتاع العين. ده بيكون موجود على الايه في بوستيريور خالص كده في على الميديال بوردر بتاع السريبرال بيدانكل. وموجود ما بين الاثنين اوكيلوموتور نيرف وبوستيريور للميلاري بودي حاجه بنسميها الايه البوستيريور بورفريت سبستنس. الحته ديت كده بنسميها اللي هو ما بين النيرف والميلاري بودي قدامها وبوستيرور بالنسبه لها الابر بوردر بتاع البونز. الحته ديت بنسميها البوستيرور بورفريتد سبستنس. هنتكلم تاني عن ايه حاجه اسمها الانتيرو بورفريتد سبستنس، بس الانتيرو بورفريتد سبستنس مش تبع الانتربدانكولار فوس. ده الانتيرو بورفريتد سبستنس، وبالمناسبه الانتيرو بورفريتد سبستنس عندنا انها اثنين، واحده رايت واحده ليفت. ده الانتيرو بورفريتد سبستنس وده الانتيرو بورفريتد سبستنس، بيكون موجودين على اللاترال سايد بتاعت الاوبتيك كيازم على اللاترال سايد اوبتيك كيازم. يبقى موجوده بره الانتربدانكولار فوسا. اللي موجود في الانتربدانكولار فوسا هو البوستيريو بروفريت سبستنس وهي واحده بس، انما الانتيريو بروفريت سبستنس بيكونوا ايه بيكونوا اثنين، وطبعا هنتكلم عنهم بعد شويه. هاخد بس الرسمه ديت اتكلم عنها كلها. ده طبعا بيتكلم عن لونجيتودينال فيشر. احنا عارفين ان التو سريبرال هيموسفير بيفصلهم لونجيتودينال فيشر ايه في الميديان بلين كده، بيقسمهم ايه لنصفين او تو سريبرال هيموسفير. ده يبقى لونجيتودينال فيشر. ده الاولفاكتوري بالب. الاولفاكتوري بالب ده اللي بيدخل فيه الاولفاكتوري نيرف. الاولفاكتوري نيرف زي ما هنتكلم هنقول ان هو بيختلف عن اي نيرف ان هو مجموعه من الفيلامنتس بس كده، كلها بتبدا امبيدد داخله كده في الايه في الاولفاكتوري بالب، لكن ما بنقدرش ان احنا نمسكه كده ايه كترانك كده في ايه في ايدينا يعني. ده الاولفاكتوري تراكت. ده الاولفاكتوري تراكت يبقى الاولفاكتوري بالب والاولفاكتوري تراكت. ده الفرونتال لوب. ده الفرونتال لوب. الميديال اولفاكتوري سترايا. الاولفاكتوري تراكت بعد كده بيتقسم للايه للميديال اولفاكتوري سترايا واللاترال اولفاكتوري ايه سترايا. يبقى ده الميديال اولفاكتوري سترايا واللاترال اولفاكتوري سترايا، وزي ما احنا شايفين كده بيكونوا محوطين للايه للانتيرور برفريتد سبستنس وهنتكلم عنهم. ده الانتيرور برفريتد
بيستنس والاوكيلوموتور نيرف اللي احنا اتكلمنا عنه، والانكس. الانكس ده ايه؟ ده بيكون موجود جزء كده بنسميه الجزء المعكوف من الايه، من التمبرال لوب، واللي هو مسؤول عن ايه، عن موضوع الشم، او هو الكورتيكال سنتر بتاع السميل سنسيشن. ده الانكس. الباراهيبوكامبال جيروس، ده الباراهيبوكامبال جيروس او بيسموه الهيبوكامبال او الباراهيبوكامبال، وعايز اكد على الحته ديت لان هي حته تريك كتير. فالباراهيبوكامبال ده يقول لك ده الباراهيبوكامبال جيروس، فري الهيبوكامبال جيروس بقى. طبعا عمرك ما هتلاقي الهيبوكامبال جيروس، ولو لقيت الهيبوكامبال جيروس مش هتلاقي الباراهيبوكامبال جيروس. ليه؟ لانهم اتنين حاجه واحده. فبعض التكست يكتبوا الباراهيبوكامبال جيروس وبعضهم يكتبوا هيبوكامبال جيروس، وغالبا بينسوا يعلقوا ان هما الاثنين ايه، حاجه واحده يعني. في كذا حاجة تريكي بالنسبة للموضوع ده، إن هي إيه الأسماء اللي هي تكون مختلفة ويظهر من التسمية إن هم مختلفين عن بعض لكن هم حاجة واحدة، وهنقولهم وإحنا ماشيين يعني. التروكليير نيرف، ده التروكليير نيرف ده بيطلع من البستيرور سيرفيس، لكن هو هنا إيه وبيعمل ديكاسيشن كده قبل ما بيخرج. هو الوحيد اللي بيعمل كده، هو الوحيد اللي بيخرج من البستيرور سيرفيس، هو الوحيد اللي بيعمل ديكاسيشن، وايه، وهو الوحيد اللي بيكون موجود على اللاترال سايد بتاع البرين ستيم. ده تروكلير نيرف. ما علينا، ده الترايجمنال نيرف اللي هو العصب المخي رقم 5، يبقى ده تروكلير 4، ترايجمنال ده رقم 5. واحنا طبعا بنعرف ان هو اضخم واحد بالنسبه للكرينيال نيرف، وموجود هو الوحيد اللي بيطلع لي من الايه، تحس ان البونز كده صحراء كده، هو الوحيد الايه اللي طالع فيها فرع تخين كده. ده طبعا الجزء السنسوري، وده طبعا الجزء الايه الموتور اللي هو الرفيع ده، دي طبعا البونز. هنا طبعا البستيرو بروفريتد سبستنس، ده البستيرو بروفريتد سبستنس اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها. ده الانتر بدانكولار فصه اللي احنا هنشرحها دلوقتي، وده الكراس ريبراي. كراس ريبراي او انتر بدانكولار او سريبرال بدانكل، يعني انا نعتبر بيتقالوا ان هم بدايل لبعض، لكن طبعا واحنا كنا بنتكلم في الميد برين قلنا الكراس ريبراي ده حاجه اكبر كتير جدا. ده بيتكلم عن المنطقه كلها اللي انتيرور بالنسبه للسنترال ايه، للسنترال كانال. لكن عموما ده السيربرال بدنكل ادق يعني، لكن لو قلنا كراس ريبراي ما فيش مشكله، لان هو السيربرال بدنكل جزء من الكراس ريبراي. المملاري بودي عندنا اتنين، واحده رايت وواحده ليفت زي ما قلنا اهوت، او الجسم الحليمي او الاجسام الحلميه. تيوبر سينوريوم، ده تيوبر سينوريوم اللي اتكلمنا عنه، ده الانفانديبلم، والانفانديبلم ده بيكون متوصل بالبيتوتري جلاند. ده طبعا الايه، الاوبتيك تراكت. يبقى الاوبتيك تراكت بيكون ايه، له باوندريز، حدود مع الانتر بدانكولار فوسه، لكن الاوبتيك نيرف بيكون انتيرور. يبقى الاوبتيك نيرف بيكون هناك انتيرور بالنسبه للايه، زي مع الاولفاكتوري تراكت والاولفاكتوري بالب. ده الاوبتيك نيرف طبعا، ده الجزء ده. يبقى الاوبتيك نيرف بستيرور بالنسبه له الاوبتيك كيازم، وايه، وبعدين الاوبتيك تراكت. لو هنا طبعا الاوبتيك كيازم بالنسبه لنا للجوتونال ايه فيشر ده موجود. طيب ده اللي موجودين الفشر. هو بس الحاجه اللي كنت عايز اقولها، ان احنا هنلاقي ان الاوبتيك كيازم موجود في الايه، في الميديان بلين. ونقول ان هو ايه، يعني بيكون الاولفاكتوري بالب او الاولفاكتوري نيرف، المفروض ان هما النوز بتكون في الميديان، والاي بتكون لاترال في الطبيعي. لكن هنا هنلاقي ان الاوبتيك كياسم هنا في الميديان، والاولفاكتوري نيرف ده او الاولفاكتوري بالب او الاولفاكتوري تراكت هما اللاترال. فاحنا بناكد على الحته ديت ان هو بيحصل ايه، كروسنج. يعني الاوبتيك نيرف ده كان جاي كده من اللاترال كده ماشي في الاتجاه ده، وده برضو كان ماشي في الاتجاه ده رايحين للعين. فهو بيعمل كروسنج للايه، للاولفاكتوري اولفاكتوري تراكت، او الاولفاكتوري تراكت هو اللي بيعمل له كروسنج، على اساس ان الاولفاكتوري تراكت هو ايه، سوبيريور بالنسبه له، اعلى. علشان كده احنا قلنا بنقول ان الاولفاكتوري تراكت ده هو الكرينيال نيرف رقم ايه، رقم واحد. يبقى الاولفاكتوري نيرف هو الكرينيال نيرف رقم واحد، لان هو ايه، اعلى. فبيعمل كروسنج اللي تحت منه اللي هو الايه، الاوبتيك نيرف. طيب نرجع بقى للايه، للموضوع بتاعنا اللي هو بنتكلم انتر بدانكولار فوسا. طبعا احنا اتكلمنا عن السايد بتاعها، اوكيبايز سنترال ريجن اوف ذا بيس اوف ذا برين، موجوده في السنتر.
الشكل بتاعها بيكون دايموند شيب، بيكون في الفرونت بيكون الاوبتيك كياسم، والاوبتيك تراك طبعا بيكون موجود انترولاترال على الناحيتين، والسريبرال بيدانكل بيكون بوسترولاترال برضو على الناحيتين، والابر بوردر بتاع البونز ده بيكون موجود ايه بوستيريور. الكونتنت بتاعها بنقول ان في الانتيريور بارت بتاعتها بنلاقي التيوبر سينيريوم بيكون عالي كده شويه على طول ورا الايه الاوبتيك كياسم. الانفانتبلم ده بيكون ايه بيوصله بالايه بيوصل الهايبوثالامس البيتوتري جلاند بالتيوبر سينيريوم، تيوبر سينيريوم انفانديبلم بتويتري جلاند. التوماميلاريز بوديز هنتكلم عنهم دلوقتي لان هم حاجات مهمه قوي. الاوكيلوموتور نيرف طبعا ده هو اللي بيطلع من البستيرور بارت من الفصه، بيكون ميديا للسريبرال بتنقل، والبستيرور برفوريت سابستنس هنتكلم عنها. طيب هنا بيقول لك ملاحظه ان الموست بتاع الكونتنت، معظم الكونتنت بتاع الانتر بتنقلر الفصه ده بتنتمي لايه للهايبوثالامس او بتكون اجزاء من الهايبوثالامس، زي هبقى نتكلم عن الهايبوثالامس بعد كده بالتفصيل. لكن هناخد الماميلاري بودي، الماميلاري بودي اللي هو الجسيمين الجسمين اللي احنا شفناهم دي بنقول انه ار تو سمول، بيكونوا صغيرين وراوندد كده زي ما احنا شفناهم اليفيشن اللي هو موجود ايه على الجانبين بتاع الميديان بلين، يعني ما بيكونش واحده زي الايه زي التيبر سينيريوم، لا هي بيكون اثنين على الميديان بلين في انسا بستيرور بارت بس انت بتنقل فصيه، بيكون موجوده في البستيرور بارت. طب مين اللي موجود في الانتيرور بارت؟ التيوبر سينيريوم، الانتيرور بارت بتاع انت بتنقل فصيه بيكون تيوبر سينيريوم، لكن ده بتكون موجوده في البستيرور بارت ورا منها على طول. هما بيتكونوا من تو نيوكلياي، بيكون الميلر بودي ده لها تو نيوكلياي، واحد ميديال واحد اي لاترال. النيوكلياس طبعا لازم هتكون من الجري اي ماتر، وهما بيمثلوا سيل ستيشنز، يعني ايه بتجي لهم خلايا من مكان تاني اللي هو الافرنت ويعملوا ريلاي ويطلعوا بعد كده الايه الافرنت. يعني هما غالبا بيقول ان هما الافرنت باس واي فروم ايه راينينسيفالون، يعني كل موضوع الراينينسيفالون زي ما هنتكلم عنه اللي هو المخ الشمي، راينو مع الشمي، راينينسيفالون هنتكلم معانه اللي هو الايه سينكولم وايه والاسماس والهيبوكامبس والاميجدلا والانقس بتاع التمبرال لوب. هنقول ان هم بيكونوا حاجه اسمها الايه الراينونسيفالون، او كنا زمان بنسميهم الليمبيك سيستم او الجهاز الايه المعقوف، برضه هنتكلم عنهم. يعني ممكن الليمبيك سيستم ده اكتر مشهورا ما بين الدكاتره او الاطباء النفسيين، ان احنا بيقول دايما الليمبيك سيستم الليمبيك سيستم، راينونسيفالون ده يعني مش مستخدم قد كده بس هو الاسم الاحدث يعني. طبعا هو كنا في الاول بيعتبر ان هو بتاع مسؤول عن الشم بس، لكن طبعا هو دلوقتي مسؤول عن حاجات كتير زي ما ايه زي ما هنتكلم عنه. طيب يبقى بنقول لكن احنا هو كان بيقول ان هو مسؤول ايه جزء بتكون هو الافرنت باسوي، يبقى احنا بنقول ان ده طلعت اللي هي الايه الافرنت باسوي بتاعه الايه بتاع الراينينسيفالون، يبقى دي حته مهمه هو الافرنت باسوي، يبقى كل الحاجات بتاعه الايه او حاجات كتير من الايه من الراينينسيفالون او الليمبيك سيستم بتروح على الميلاري بوديز، وده بتكون مسؤول عن الفيسرال سنسيشن. الفيسرال سنسيشن الايه الاحاسيس الداخليه بقى، مش مالهاش دعوه بالجلد ولا بالعضلات ولا بالمفاصل، المره ده الفيسرال سنسيشن اللي هي ايه اللي هي بتكون مسؤوله عن موضوع الجوع والايه والجنس والشهوات والحاجات اللي زي كده يعني. طب يبقى الجوع والشبع والجنس والرغبه والرهبه وحاجات كده، الحاجات اللي هو الفيسرال الحاجات اللي هي الداخليه كلها بتكون هي تقريبا هو متعلقه بالهايبو ايه بالهايبوثالاموس، يبقى الفيسرال سنسيشن. لكن هو الافرنت طيب زي ريسيف بقى، طب هم بياخدوا الافرنت جاي منين؟ يبقى هم بيجي لهم افرنت، الافرنت بتاعهم ايه؟ يبقى هم مخرج بيطلعوا كل حاجه الافرنت بتاع راينينسيفالون. طب الافرنت بتاعهم جاي منين؟ فايبر فروم ذا ايه كولوم ذا فورنكس، بيجي لهم من الايه من الفورنكس، وهم يبقى الفورنكس والفورنكس طبعا جايه من الايه من الهيبوكامبس، الفورنكس جاي من الايه من الهيبوكامبس وبعدين يروح للميلاري بودي، وبعدين الميلاري بودي بتبعت للافرنت، يبقى الافرنت بتاعها جاي من الايه من الفورنكس. طبعا التفاصيل دي هنجيبها بعد كده ما تقلقوش يعني. يبقى ايه الهيبوكامبس بيطلع الفورنكس والفورنكس بيروح للايه للميلاري بودي، ده الافرنت بالنسبه لنا. طب الافرنت بيطلعوا افرنت حاجتين، اما يروح للسلامس، الافرنت تطلع للسلامس فنسميها الايه الميلارو سلامك تراكت، ميلارو سلامك تراكت، يبقى ميلو سلامك تراكت ده هيطلع يروح للايه للسلامس، والمنطقه الثانيه اللي هو ايه اند تو تيجمنتم، تيجمنتم سموت برين اللي هو ميلو تيجمنتال تراكت، يبقى تيجمنتم او السلامس. وعشان كده بنقول ان السلامس ممكن ان احنا ايه نعده جزء من الايه جزء من ايه بالنسبه لنا من الليمبيك سيستم، والايه والتيجمنتم بتاع الايه الموت برين، يبقى تيجمنتم اوف سموت برين علشان الميلو تيجمنتال تراكت، والسلامس عشان ميلو سلامك تراكت، لان هم بيكونوا هم الافرنت او التارجت بتاع ايه بتاع الراينونسيفالون.
تمام. يبقى ما ننساش بس ان التجمنتم بتاع الميد برين ساعات ان احنا بنعده جزء من الايه، من راينون سيفالون او من الليمبيك سيستم، وكمان الايه السلامس. يعني ذا بستيرو بروفيرتد سبستنس، البستيرو بروفيرتد سبستنس. انا طبعا قلت حاجه موضوع التجمنتم والايه والسلامس ده ليه، لان يعني بنيجي نتكلم عن الليمبيك سيستم. طب يا جماعه ده الليمبيك سيستم عارفين ان هو الجهاز المعكوف كده اللي هو واخد له حلقه كده حوالين الكوربس كالوزم فوق انتيريور وفوق ايه وبستيريور وتحتيه. طيب ده الليمبيك سيستم، السلامس ماله بالحته ديت، والتجمنت بتاع الميد برين مالهم بجزء الليمبيك سيستم. هو اسمه حتى الايه الجهاز الجهاز المعكوف. يعني هقول لك اولا الليمبيك سيستم ده اسم قديم، لا بعد ما عرفنا ان هو بيتصل بالسلامس والايه والتجمنتم بتاع الميد برين او ان هم اجزاء منه، عشان كده سميناها راينانسيفالون اللي هو المخ الايه المخ الشمي. فيبقى السلامس والايه والتجمنتم بناكد علشان الايه علشان الجزئيه دي. طيب البستيرو بروفريتد سابستنس بقى بنقول لايز بيهاند ايه ذا تو ماميلاري بوتس. يبقى ورا الماميلاري بوتس بتكون موجود البستيرو بروفريتد سابستنس في الزاويه اللي موجوده بتو سيريبرال ايه بدنقل او كراس سيريبراي، سميها زي ما سميها، لكن زي ما قلنا ان السيريبرال بدنقل ايه ادق. يبقى هو بقى يعني هو من اسمه كده بروفريتد، بروفريتد ده مثقب او مخرم كده فيه خروم كتير. اتس بيرست باي سنترال برانش اوف ذا بستيرو سيريبرال ارتري. يا بستيرو بروفريتد سابستنس مع البستيرو سيريبرال ايه ارتري، والبستيرو بروفريتد سابستنس واحده، وان الانتير بروفريتد سابستنس بيكون اثنين. فاللي بيخرم البستيرو بروفريتد سابستنس عشان هي واحده يبقى بيكون ارتري واحد بس اللي هو البستيرو سيريبرال ارتري، which supplies the thalamus، هيغذي لنا الثالاموس الانتير بارت اوف ذا ميد برين. الاثنين اللي هو بيغذيهم الايه الجزئيه اللي بيغذيهم الميلاري بودي، بس طبعا هو بياخد الانتيرور بارت بتاع الايه بتاع الميد برين، والتجمنتم ده بيكون هو البستيرور بارت بتاع الايه بتاع الميد برين. يبقى هو في الاخر بيغذي لنا الايه الثالاموس والانتيرور بارت، بيغذي لي الانتيرور بارت بتاع الميد برين مش البستيرور، يعني عشان من ايه ما نربطهمش ببعض فنقول ان هو البستيرور وتبقى بالنسبه لنا ايه خطا. الرسمه دي طبعا احنا اتكلمنا عنها، والرسمه ديت زيها وبس بيحاول يفتح لي التوسريبرال هيمسفير كده اللي هو الايه سنترال فيشر، نفس الحاجات اللي هو الكياس ما هوت، وده الاوبتيك نيرف، وده الاولفاكتوري تراكت، وده الاولفاكتوري بالب، وده الانتيريو بروفريتد سبستنس ديت، وده البستيريو بروفريتد سبستنس. تيبر سينوريوم مش جايبه هنا، ده التو ماميلاري بوديز مش جايب برضه التروكلير نيرف والحاجات ديت، لكن هو ديت الايه الصوره نفس الصوره اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن كانت اوضح من هنا. هنا بس هدفه ان هو يعلمنا ان التو سيريبرال هيموسفير يقدروا ان هم ينفصلوا عن بعض كده، ونبدا نشوف الايه الكوربس كالوزم اللي هو بيربطهم الاثنين ببعض بالشكل ده. طيب نكمل بعد كده، بنقول the anterior part of the base of the brain. احنا خدنا ال posterior part بتاع ال base of the brain اللي هو الانتربدنكلر فوس. ال anterior part بتاع ال base of the brain ده هناخد الايه in the front of the interbdenkular fos، الجزء اللي قدام الانتربدنكلر ايه فوس، والجزء اللي هو ال قدام الانتر دانكلر فوسا ده بيكون فيه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ده كده، اللايت اند ليفت اوبتيك نيرف. يبقى الاوبتيك نيرف وهم طبعا بيعملوا كروسنج تحت الايه تحت الاولفاكتوري، يبقى الاولفاكتوري هيكون فوقيهم اعلى علشان كده هو الاوبتيك الكريو نيرف رقم واحد. جون انتيرو لاترال اسبكت بتاع الاوبتيك كياسم بيتصل بالانتيرو لاترال اسبكت بتاع الاوبتيك كياسم زي ما شفنا، والانتيرور بورفريتد سبستنس، وقلنا الانتيرور بورفريتد سبستنس ده بيكون باي لاترال على الناحيتين، بيكون واحده رايت وواحده ليفت، وهو بتكون موجوده على اللاترال بتاع الاوبتيك كياز ميديال تو انقص اوف ذا تمبرال لوب. يبقى الانقص بتاع التمبرال لوب بيكون ميديال بالنسبه لهم، والاوبتيك كياز بيكون ايه الاوبتيك كياز بيكون ميديال، والانقص بيكون ايه بتاع التمبرال لوب بيكون ايه لاترال. طبعا احنا قلنا هي بروفريتد يبقى لازم تكون فيها سكوب، يبقى بيرست باي ايه هم اثنين، يبقى يكون لهم اثنين نيرف. طبعا الاثنين بيخرموا كل واحده، يعني الانتيريور اللي هو الانتيريور اند الميدل سيريبرال ارتري بيخرموا اليمين وبيخرموا الشمال، لان احنا عندنا اثنين انتيريور وعندنا اثنين ايه وعندنا اثنين بوستيريور. وكده نفهم ان التو سيريبرال تو بوستيريور سيريبرال ارتري على الرايت والليفت الاثنين بيخرموا في الايه في البوستيريور بروفريتد سبستنس. يبقى سنترال برانش اوف ذا انتيريور اند ميدل سيريبرال ارتري ويتش سبلاي ذا انترنال كابسول. يبقى الانتيريور اند ميدل سيريبرال ارتري هيغذونا الانترنال كابسول والكوتيت نيوكليس، ويبقى الكوتيت انترنال كابسول والكوتيت نيوكليس اند بوتيمن اوف ذا لنتيفورم ايه نيوكليس اللي هي كوربس ترايتم. يبقى دورهم الاساسي بالنسبه للموضوع ده ان هم يغذون الانترنال كبسول، ودي حاجه مهمه جدا عشان كده معلمها باللون ده. والكوديت نيوكليوس ان الكوديت نيوكليوس ده مع البوتيمن بنسميها الكوربس سترايتم، البوتيمن بتاع اللينتي فورم نيوكليوس. يبقى احنا عندنا اللينتي فورم نيوكليوس والكوديت نيوكليوس. اللينتي فورم نيوكليوس بتتكون من البوتيمن والجلوبس باليتس، ان الجلوبس باليتس ده بيكون ناحيه جوه شويه فهو احنا مش هناخده دلوقتي ده، لكن اللي موجود معانا البوتيمن والايه والكوديت نيوكليوس. الكوديت نيوكليوس
النيوكليس والبروتين المرتبطين ببعض في الاستراكشرز جنب بعض وفي الشكل، عشان بتسريته فيها خطوط كده، وكمان مرتبطين بالنسبه للايه للوظيفه. طيب يبقى البروتين هو اللي احنا بناخده معانا، وديت حته ناخد بالنا منها. وموضوع الكرب استرايتم برضو هعلمها، علشان الكرب استرايتم ده من الحاجات الايه من الحاجات اللي لها دور كبير وبنتكلم عنها كتير قوي بالنسبه للنيورو اناتومي وحتى الراديولوجي. لا كلاند مارك كبير قوي بالنسبه لنا الكرب استرايتم ده، انه بيكون لها شكل مميز كده حتى بالنسبه للايه للاشعه يعني. طيب بنقول الاولفاكتوري بالب عند الاولفاكتوري تراكت. قلنا الاولفاكتوري بالب، الاولفاكتوري بالب لايز ايه ان كونتاكت ويز اوربيتال سيرفيس، موجود على الاوربيتال سيرفيس اللي هو بتاع الايه السكال بتاع الفرونتال بول. يبقى هو موجود على الاوربيتال سيرفيس بتاع الايه بتاع الفرونتال لوب، اند انفيريورلي بيكون موجود تحت خالص. ريست اون ذا لاترال بارت بتاع الكريب ريفورم بليت اوف ذا اسمويد. يبقى الكريب ريفورم بليت اوف ذا اسمويد بيكون هو موجود على اللاترال بارت، موجود على اللاترال بارت، عشان بس ايه ناخد بالنا ان هو موجود على اللاترال بارت، ما هوش لازق في الميديان بلين قوي يعني، في مسافه ما بينه وبين الميديان بلين بيكون فيها جيرس كده اللي هو ريكتس جيرس ريكتس او ريكتس جيرس ريكتس جيرس، هنبقى نتكلم عنه. يبقى موجود على اللاترال بارت بتاع الكريب ريفورم بليت بتاع الايه بتاع الاثمويد بتاع الاثمويد ايه بون بتاع السكال ثرو ويتش خلال الكريب ريفورم بليت. الكريب ريفورم بليت هو من اسمه كريب ريفورم عامل زي الخربال برضه فيه خروم، الخروم دي بيخش منها الاولفاكتوري نيرف فيلمنتس. الاولفاكتوري نيرف على عكس كل النيرفات اللي موجود موجوده في الدنيا كلها او في الجسم كله، سواء كرينيال او حتى سوماتيك او سباينال، يعني بنقول ان هو ايه عباره عن فيلمنتس، مجموعه كده من الشعيرات بتطلع من الابر سيرد بتاع النيزل مكوزا. الابر سيرد الابر سيرد بس، اللور تو سيرد مش ما فهمش النيورو ميثيليا. يبقى الابر سيرد بتاع النيزل مكوزا اند باس انترز او الفاكتوري بالب، ويعدوا عن طريق الكريب ريفورم، الكريب ريفورم بليت اللي هو الغربال ده، عدوا عشان يدخلوا لنا في الاولفاكتوري اي بالب. ذا اولفاكتوري تراكت راوندز باكورد فروم ذا بالب اند اندز باي اي باي ديفايدنج انتو ميديال اند لاترال اولفاكتوري ستريا. يبقى الاولفاكتوري تراكت ده بيمشي ايه بالسرور كده، بيمشي باكورد من البالب. يبقى الاول النيرف بيطلع ده من انفيريور لسوبيريور، ملوش اي مسار خالص بالنسبه لايه جوه الانتراكرينيال. وبعد كده بيتكون الاولفاكتوري بالب، وبعد كده بيدينا الاولفاكتوري تراكت ده بالسرور بيمشي باكورد، وبينتهي عن طريق ان هو يتقسم لنا حاجه اسمها الميديال واللاترال اولفاكتوري ستراي اللي احنا كنا شفناهم، اللي هم بيكونوا موجودين على التو سايد بتاع الايه بتاع الانتيريور بريفريد سبستنس. الميديال روت بقى احنا قلنا هيدينا الميديال واللاترال اولفاكتوري ستراي. الميديال روت او الميديال ستراي باسز ميديال اللي هتروح ميديال اند اند ايه بارا تيرمينال جيرس. يبقى جيرس كده اللي هو ايه بارا تيرمينال جيرس. تيرمينال يعني ايه جبنا تيرمينال ده، لان هو ايه قريب من اللامنا تيرمينالز. يبقى اللامنا تيرمينالز نار وجيرس ان فرونت اوف ذا لامنا تيرمينالز. اللامنا تيرمينالز ده عباره عن بند كده من النيرف من النيرف فايبر بتوصل، بيكون ستريتشد من ايه من ما بين الروسترم بتاع الروسترم اوف ذا كوربس كالوزم والاوبتيك كياس. يبقى ده اللامينا تيرمينالز، عشان كده بنسميه بارا تيرمينالز. يبقى هو جنب الايه جنب بس بيكون انتيرور بالنسبه له. اللامينا تيرمينالز من اسمها كده تقول لي طب ما هي دي تيرمينالز، اقول لك لا هي بس هي مش اخر واحد مش اخر حاجه، في قدامها اللي هو الايه البارا تيرمينال جيرس، وحاجه بسيطه جدا يعني هنشوفه دلوقتي في الفراس. يبقى الميديال بيختلف في الايه تيرمينالز، يبقى في البارا تيرمينال ايه بارا تيرمينال جايروس. طيب واللاترال روت ده طبعا بيروح للايه بيمشي لاترال للانتيرو بروفريتو سبستنس وتيرمينيت ان ذا انقس اوف ذا تيمبرال لوب، بينتهي في الانقس بتاع التيرمينال لوب. يبقى بينتهي في الايه في الانقس. طيب الانقس بتاع التيمبرال هذا الانقس بتاع التيمبرال التيمبرال لوب. تمام. فالانقس قلنا ده اللي هو الايه الكورتيكال سنتر بتاع السميل. يبقى ده الكورتيكال سنتر بتاع السميل هو موجود في الانقس. طيب اللي هو راح للبارا تيرمينال جيرس بصراحه مش عارفين. يبقى الميديا روت ده اللي هو راح للبارا تيرمينال جيرس هيروح يعمل ايه هناك مش عارفين. جايز هيكون يدي سنسيشن يوصل الناحيتين ببعض، جايز جايز، بس ايه اصلا الفاكتوري باس واي الدنيا بالنسبه لنا مش مفهومه قوي. هنبقى طبعا نتكلم عن الباس واي، بس الدنيا ما زالت بالنسبه
لحاسه الشم من الحاجات اللي ايه اللي مش واضحه قوي بالنسبه لنا بالنسبه للنيورو اناتومي او النيوروفيسيولوجي كباس واي وحاجات زي كده. الاريا بتوين ذا تو اولفاكتوري استرايا سام تايمز فورم سمول الفيشن كولد ايه اولفاكتوري ايه بيراميد، يبقى في منطقه صغيره كده في الزاويه ما بين الاثنين اولفاكتوري استرايا بنسميها اولفاكتوري بيراميد، الفاكتوري بيراميد او ترايجون ترايجون يبقى اولفاكتوري بيراميد، يبقى الاولفاكتوري بيراميد او ترايجون، يبقى ده حاجه زي الهرم كده مرتفع هنشوفه دلوقتي بالنسبه للايه للرسمه بتاعتي. طيب ادا هنا الفاكتوري ميكوزا، هناخد بس الابر سيرد بالنسبه لنا، مالناش دعوه باللور تو سيرد، هناخد الابر سيرد هيعدي في الكريبري فيرم بلود بتاع الافمويد على اللاترال بارت بتاعها اهوت وايه ويدخل في الايه الفاكتوري بالب، الفاكتوري ايه بالب، فالفاكتوري بالب تقدر تقول ان هو جزء من الفاكتوري نيرف يعني، بس هو له اسم لوحده الفاكتوري بالب، وبعد كده هيدينا الفاكتوري تراكت لان مالوش نظير تاني في الايه في الكرينيال نيرف، فالاوبتيك نيرف في اوبتيك نيرف اوبتيك كياسم اوبتيك اوبتيك تراكت، انما ده اوبتيك بالب ممكن نعتبره حاجه زي الكيازم كده بيربط لنا الايه الفاكتوري نيرف بالايه بالالفاكتوري تراكت، وهنا في كده هيتفرع لي الايه لفرعين، واحد هيروح ميديال وهيروح ده طبعا ايه استراي ترمينالس ديت المفروض ان هي ماشيه هنا ديت تنزل ده الروستروم ده الكورباس كالوزم لو طلعنا فوق شويه ده الكورباس كالوزم اهوت ده البودي بتاعه وده الجينو وده الروستروم بتاعه او المنقار بتاعه هنا المنقار بتاعه وبعد كده بيسترتش كده لحد ما يوصل الايه للكيازم، بس هو طبعا مش جايبنا الكيازم هنا يعني. طيب ده اللامنا ترمينالس بقى بتنزل كده لحد الايه الكيازم، قدامها بقى البارا ترمينال جيروس بايه بيروح له الميديال اولفاكتوري استرايا بيروح يعمل ايه؟ ما زال الامر ايه محل خلاف يعني، لكن هنبقى نتكلم عن الباس واي بعد كده بتاع الايه بتاع السميل باس واي. طيب وبعد كده اللاترال بقى اللاترال استرايا بيروح يخش لنا على الايه على الانقس، الانقس اللي هن قلنا ان هو الانقس ده المسؤول عن الايه كورتيكال سنتر بتاع السميل سنسيشن، ده الكورتيكال سنتر بتاع السميل سنسيشن، ومن هذا الاساس رجعنا سمينا الليمبك سيستم اللي هو الايه بالراينون سيفالون، راينون سيفالون لانه مسؤول بالنسبه لموضوع الشم، دي حاجه بقينا على يقين منها وخلاص ما عادش الليمبك سيستم دي بقت واضحه لان احنا لقينا ان السلامس اتصال الماميلاري بودي بالسلامس واتصالها بالايه بالتجمنتم بتاع الميد برين خلى الموضوع ما عادش مجرد الليمبك سيستم، فالليمبك سيستم ما عادش بيعبر عنه، فاسم الليمبك سيستم ما عادش بيعبر انه مش هياخد التجمنتم بتاع الميد برين ومش هياخد الايه السلامس رغم ان هم متوصلين بالايه الماميلاري بودي زي ما احنا قلنا كده. ده طبعا الانتيرو بروفريت سبستنس اهوت بتكون ميديال بالنسبه للايه بتكون لاترال بالنسبه للايه بتكون ميديال بالنسبه لاترال ده جزء الميديال بتكون ميديال بالنسبه للايه لاترال وتكون لاترال بالنسبه للايه للميديال اللي هو كل موجوده ما بين الميديال والايه واللاترال. هنا في جزء كده مرتفع كده بالنسبه لنا بنسميه الايه الفاكتوري بيراميد الفاكتوري بيراميد او الفاكتوري ترايكون اللي هو المنطقه دي ليه. طب هتقول لي ما هي تبع البروفيرس بس انا اقول لك والله ما لقيناش فيها خوم لقيناها عاليه شويه كده فسميناها الايه الفاكتوري ايه بيراميد، ده الفاكتوري بيراميد ده بتكون موجوده في الحته دي. طيب طبعا هنا الانتيريور بروفيرس سبستنس ده بيكون لاترال بالنسبه لها يعني ده الجزء اللاترال اللي هو الميديال بالنسبه لها كان المفروض اللي هو الاوبتيك كيازم اللي هو هنا كده المفروض كان هنا بس الصوره طبعا الفيجر ده مش جايبه ده الاوبتيك كيازم اللي هو كان هيتصل باللامنا باللامنا استراي ترمينالس كان المفروض ان هو الايه هتنتهي عنده الاستراي ترمينالس في المنطقه دي فيبقى اللاترال بالنسبه لها الانقس والميديال بالنسبه لها الاوبتيك ايه الاوبتيك كيازم. الصوره دي طبعا تقريبا ما بتقدمش جديد بيجيب ده بيقول البيس اوف ذا سكال ده الجزء الايه الانفيريور سيرف بتاع السكال فهنلاقي كده ان في الجزء اللي هو القدام ده اللي هو بنسميه الاوربيتال بارت بيكون على الايه على الاوربيتال بليت بتاع السكال والجزء اللي هو بتاع الايه بتاع التمبرال والايه والاوكسيبيتال ده بيكون موجود فوق الايه فوق التنتوريوم الى حد كبير فايه فالثلث الاولاني هو بيكون موجود على العظم والايه والثلثين اللي ورا بتاع الانفيريور سيرف بتاع البرين بيكون موجود على التنتوريوم سيريبلاي. طبعا في هنا الايه التنتوريوم ده التنتوريوم سيريبلاي كده بيكون فاصل ما بين السيريبرم فوق والسيريبلم ايه تحت.
فاحنا لو شلنا السربيلم هيبان لنا الايه، هيبان لنا كل الايه الانفيريور سيرفس، وهنشوف زي ما احنا شفنا كده في انتيريور سيرد وفي بوستيريور سيرد. احنا علينا نتكلم عنهم برضو دلوقتي. الاولفاكتوري بالب، ده الاولفاكتوري بالب بعد ما دخل في الاولفاكتوري نيرف. هنا قلنا ان هو بياخد اللاترال بارت بتاع الكريبري فورم، عشان على الميديال بارت بيكون ايه ريكتس جيرس، اللي هو الجيرس ده اللي احنا بنقول ايه عليه. والاولفاكتوري بالب او الاولفاكتوري تراكت بعد كده الاولفاكتوري تراكت، وبعدين هيقول اللاترال روت اوف الاولفاكتوري تراكت اللاترال روت، وده اللي احنا فاهمين هو بيعمل ايه، بيروح على الايه على الانقص، وده بيكون المسؤول عن السميل سنسيشن. والميديا اللي هو بيروح الباراتيرمينال ايه باراتيرمينال جايروس، للباراتيرمينال جايروس اللي هو ان فرونت بتاع اللامينا تيرمينالس، بس مش فاهمين قوي هو دوره ايه. يبقى لاترال روت اوف الفاكتوري تراكت الميديا روت بتاع الفاكتوري تراكت، وده السريبرال بدنكل، ده هنا السريبرال بدنكل اهوت، وده الانتر بدنكلر فوسه اللي هو الدايموند شيب بتاعتها، ده الماميلاري بودي، ده التيوبر سينيريوم، ده الانفام ديبلم، ده البونز اللي هو بيعامل البوستيرور بوردر بتاع الانتر بدنكلر فوسه، وده الايه ودي المظله اوبلنجاتا، وده الانفيرور سيرفس، وده السيريبيلم، ده الانفيرور سيرفس والسيريبيلم. بقيه الانفيرور سيرفس بتاع البرين متخط بالايه بالسيريبيلم، وبيكون فاصل ما بين السيريبيلم وبين البرين اللي هو تنتيريوم سيريبيلاي. ده الانتر بدنكلر فوسه، ده الاوبتيك الاوبتيك تراكت بيستيريور والاوبتيك نيرف انتيريور، والاوبتيك كياس بيكون ايه موجود في المنتصف. طيب بعد كده الصوره ديت طبعا جايبين لنا الانتر بدنكلر فوسه بتوضيح اكتر، بيقول والله الانتيريور باوندري بتاعتها الاوبتيك كيازم، ده كان انتيرو لاترال بالنسبه لها الاوبتيك نيرف زي ما قلنا، لا انتيرو لاترال انتيرو لاترال انتيرو لاترال الناحيه دي والناحيه دي. انتيرو بروفريز سبسلس موجود على التو سايد بتاع الاوبتيك كيازم، الانفانديبلم موجود في الانتيرو، الانفانديبلم متصل بالتيوبر سينيريوم، والتيوبر سينيريوم ده موجود في الانتيرور بارت بتاع الايه بتاع الانتر بدنكلر فوسه، الميلاري بودي موجوده في الايه في البستيرور بارت بيكونوا اثنين، لكن التيبر سينوريوم بيكون واحد. الاوكيلوموتور نيرف الاوكرين نيرف بيكونوا اثنين موجودين في البستيرور بارت، وموجودين على الميديال بوردر بتاع الايه السيريبرال بدانكل، ده البستيرور بروفيت سبستنس، وده الابر بوردر بتاع البونز اللي بيكون الايه البستيرور بوردر. والسيريبرال بدانكل ده بيمثل الايه البستيرو لاترال باوندري او بوردر، والاوبتيك تراكت بيكون الانتيرو ايه الانتيرو لاترال اثنين على الناحيتين، ده الاوبتيك تراكت وده السيريبرال بدانكل. طيب السريبرال هيمسفير بقى البوزيشن بتاعت السريبرال هيمسفير، بنقول والله البوزيشن السريبرال هيمسفير بيكون موجوده في الانتيريور والميدل اند ايه اند ابر بارت اوف البوستيرور كرينيال فوس، يعني هو موجود اصلا في الايه في الكرينيال كافيتي، لكن بيكون موجود بياخد الانتيريور والميدل والابر بارت بتاع البوستيرور كرينيال فوس. طب الابر بارت بتاع البوستيرور كرينيال، طب اللور بارت، طب اللور بارت هنقول ان هو مفصول اصلا عن الابر بارت عن طريق الايه تنتيريوم سريبلاي، وبيكون موجود فوق منه الايه البرين، وموجود تحت منه السريبلم، سريبرم فوقه سريبلم تحت منه، يبقى السريبرم السريبرم اوكيبايز اللور بارت اوف البوستيرور كرينيال ايه فصه. التو سريبرال هيمسفير ار سيبريتد فروم اتش اذر باي لونجيتودينال ميديان ميديان سريبرال فيشر، يبقى التو سريبرال هيمسفير بيتفصلوا عن بعض بالميديان سريبرال فيشر اللي هو بيكون موجود في النص، بيفصلوا الاثنين عن بعض انتو ويتش في الفيشر ده بيكون موجود فيه فولد كده يعني ثانيه كده من الديورا ماتر بنسميها الفالكس سريبراي، يبقى الفالكس سريبراي ديت ده فولد من الديورا ماتر كده، يبقى الديورا ماتر مبطنه السكال من جوه وايه ومنزله فولد كده حاجه زي ستاره كده نازله منها بنسميها ايه الفالكس سريبراي اللي هو بروجكت داون فروم ذا فولت اوف ذا سكالت، بننزل من ايه الفولت اوف ذا سكالت، فولت اوف ذا سكالت ده نعتبره اللي هو السقف اللي من جوه اللي هو الفولت بتاع الايه بتاع السكال. طيب ات ذا فلور اوف ذيس فيشر عند الفرو بتاع الفيشر ده يبقى فوق الفالكس سريبراي فوق ماسك في الايه في الفولت اوف السكال، وتحت يعني حاطط على الايه على الكوربس كالوسم اللي هو بيوصل للتو سريبرال هيمسفير. التو سريبرال هيمسفير اصلا منفصلين عن بعض عن طريق الميديان سريبرال فيشر، لكن متصلين بتحت بالكوربس كالوسم اللي هو الايه الجسم الجاسئ، ده كالوسم معناه صلب وكوربس اللي هو الايه الجسم. طيب ذا تو سريبرال هيمسفير ار سيبريتد فروم سريبرام، يبقى التو سريبرال هيمسفير دول بيكونوا منفصلين بالايه من السريبرم، يبقى التو سريبرم في مستفصلين بالسريبرم باي ايه سكند هورزونتال فولد اوف ذا ديورا ماتر كولد تنتيريوم سريبلاي، اتكلمنا عنها قبل كده طبعا، يبقى تنتيريوم سريبلاي بتفصل لي السريبرال هيمسفير الاثنين من ايه من السريبرم، تفصل السريبرم فوق والسريبلم ايه تحت. ومن الحاجات اللي احنا بنستخدمها كتصنيف مهم قوي في حاجات كتير اللي هو الايه سوبرا تنتوريال وانفا تنتوريال، سوبرا تنتوريال وانفا تنتوريال، سوبرا تنتوريال ده بيكون البرين، وانفا تنتوريال بيكون ايه بيكون موجود
بيكون موجود في الانفيتاتوريوم، بيكون موجود السيربيلم والبرين ستيم. فالتنتوريوم ده من الحاجات اللاند مارك اللي احنا بنستخدمها. التنتوريوم سيربيلاي لاند مارك مهم جدا بالنسبه لنا في الايه، في الكرينيال كافيتي. يبقى فروم ان فرونت باكورد، من قدام لورا بقى، الفرونت لوب هو بيكون موجود في الانتيريور كرينيال فوسطه لوحده، بيكون واخد الانتيريور كرينيال فوسطه لان هو طبعا اضخمهم، الفرونت لوب ده اضخمهم. وبعدين التمبرال لوب ده بيكون موجود في الميدل كرينيال فوسطه، اند اوكسيبيتال لوب ده بيكون موجود في الابر بارت اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا. تقول لي طب وفين اللوب الرابع؟ اللوب الرابع بتاعنا اللي هو البرايتال. البرايتال ما بيحطش خالص على الايه تحت، ما بي... ده برايتال جداري متعلق على الجدار كده، زي صوره متعلقه على الجدار، ما بتحطش على الارض، لوحه جداريه كده برايتال. فده برايتال ملوش، ما بيحطش خالص على الايه، على البيز اوف ذا سكال، ملوش اي حاجه في البيز اوف ذا ايه، في البيز اوف ذا ايه اوف ذا برين. فعشان كده بنتكلم على ان الفرونتال في الانتيريور كرينيال فوسا، والميدل في والتمبرال في الميدل كرينيال فوسا، والاكسبيتال الابر بارت بتاع البوستيرور كرينيال فوسا، وقلنا اللور بارت موجود فيها السيريبيلم. فين فين البرايتال؟ البرايتال ملوش جزء، اللي عشان كده سميناه ايه، برايتال، ما بيلمسش الايه الارض، متعلق كده في الايه على الجدار. يبقى كرينيال فوسا اباف ذا ايه سيريبرم، يبقى الابر بارت اوف ذا بوستيرور كرينيال ايه فوسا، يبقى الاكسبيتال لوب كويس ابر بارت اوف ذا بوستيرور كرينيال الفوسا اباف سيريبرم، بينج سيباريتد فروم ات باي تنتوريوم سيريبلاي زي ما اتكلمنا. ده الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، ده مبين ده اكتر اهوت. يبقى ده الفرونتال، وشوف هو الكبير قوي كده، الفرونتال اكبرهم. ده التمبرال اللي هو تحت كده، ده البرايتال، ده الاوكسيبيتال. هنشوف كده البرايتال هنلاقيه فوق، ما بيوصلش خالص للارض. يبقى الفرونتال هيوصل هنا للارض اهوت، التمبرال يوصل هنا للارض او الانفيريور سيرفيس او البيز، والاوكسيبيتال برضو، لكن البرايتال بنلاقيه متعلق بالايه بالشكل ده. الصوره ديت والله بتكلم عن حبه حاجات ستراكشرز مهمه كده عشان نقسم البرين. احنا طبعا التو الهيموسفير قلنا ايه، الميديان لونجيتودينال فيشر، الميديان لونجيتودينال فيشر اللي هو كده بيكون موجود، ده بيفصل الرايت عن الايه عن الليفت. لكن في فيشر تاني مهم اسمه اللاترال سالكس او سيلفيان. اللاترال سالكس ده بيفصل الايه الفرونتال عن طريق عن الايه عن التمبرال. ده مهم قوي فيشر، ده اللاترال سالكس ده بيفصل فصل تام. طيب في عندنا هنا في سلقس مهم جدا بنسميه سنترال سلقس، مهم قوي، اسمه رولاندو، والاسم ده لا يقل اهميه عن السيلفيوس. يبقى لاترال سلقس لازم نعرف ان هو السيلفيوس، لان ساعات بيقول لك البرا سيلفيان وحاجات كده يعني. وبرده نفس برده هنا سنترال سلقس بنقول لك ايه، هنا السنترال سلقس نقول ايه، بري سنترال او بوست سنترال. طيب او هنا يقول لك البري رولاندو او البوست رولاندو، فالاتنين بيستخدموا. رولاندو ده مهم جدا، يقول لك البري رولاندك اريا يقصد اللي هي الموتور، والبوست رولاندك اريا يقصد الايه السنسوري. هنا ده يبقى البري سنترال جيروس، يبقى ده البري سنترال جيروس، ده السنترال، يبقى ده بري قدامه، ده البوست سنترال جيروس وراه. سوبر برايتال لوبيول، في حاجه بنسميها كده هنبقى نتكلم عنها، الانترا برايتال سالكس، ده الانترا برايتال سالكس اهوت. يبقى في لوبيول صغير فوق بنسميه ايه سوبر برايتال لوبيول، وفي لوبيول كبير بنسميه انفيرور برايتال لوبيول. بيتقسموا بايه البرايتال؟ بيتقسم الانترا برايتال سلقس، هو سلقس وحيد موجود فيه في الايه على اللاترال سايد كده، بنسميه الانترا برايتال، داخل الايه البرايتال. فبيقسمنا سوبريور برايتال لوبيول والانفيريور برايتال ايه لوبيول. وهنا سوبريور تمبرال جيرس، ده سوبريور تمبرال جيرس، وهنا البرايتو اوكسيبيتال سلقس. البرايتو اوكسيبيتال سلقس هو حقيقة بيبان، هو موجود على الميديال ايه، على الميديال سيرفس، المفروض ان هو ما يبانش من هنا غير حتة صغيرة قوي يعني. هو هتيجي تبص كده مش هتلاقي له حاجة اصلا تقريبا في الصورة ديت، لانها مش واضحة قوي، حاجة صغيرة صغيره جدا، والباقي كله موجود على الميديال سيرفس. لكن برايت اوكسيبيتال سلقس ده من الحاجات اللي بيعمل لنا لاند مارك، وبنوصل بيه كذا حاجه عشان نفصل ما بين الايه السريبرال سريبرال لوب او كورتيكال لوب. طيب يبقى مثلا زي ما تقول لي كده، طيب ده الفرونتال، هقدر افصل الفرونتال عن البرايتال ازاي؟ هقول لك والله عن طريق السنترال سلقس. تقول لي طيب البرايتال هفصله عن الاوكسيبيتال ازاي؟ هقول لك والله انا هاخد خط كده من البرايت اوكسيبيتال سلقس ووصله للايه للنوتش ده، هي النوتش ده بنسميها البري اوكسيبيتال نوتش. يبقى هاخد من ده البرايت اوكسيبيتال سالكس دهوت كده ووصله بالنوتش دهوت، يبقى ده ايه، ده الاوكسيبيتال. طيب وبعدين طب التمبرال افصله ازاي عن البرايتال؟ هقول لك هاخد بقى من الايه، من الجزئيه ديت اللي هو انا عندي اللاترال سالكس ده، هنقول ده البوستيرور ريمس بتاعه، هاخد من ايه، من نهايه البوستيرور ريمس كده اخد خط وانزل كده لحد ما اقابل الخط، وانزل كده لحد ما اقابل الخط اللي احنا كنا خدناه من البرايتو اوكسيبيتال من ده.
يبقى ده خط كده، هاخد خط من ده من نهايه ده كده واوصل لحد المنتصف، ويبقى كده فصلت التمبرال لوب انتيرور بالنسبه له والبرايتال لوب ايه بوستيريور، او التمبرال لوب انتيرور والاوكسيبيتال لوب ايه بوستيريور، يبقى البرايتال هيكون ايه انتيرو سيبيريور وده هيكون ايه بوستيريور بالنسبه له. فطبعا البرايت اوكسيبيتال سلكس ده مهم طبعا، واللاترال سلكس مهم جدا في التقسيم، والسنترال سلكس مهم جدا في التقسيم عشان ايه اعرف الايه اللوبس المختلفه بتاع الايه البرين. طب ده السوبرو تمبرال جيرس وده الانفيرور تمبرال جيرس، هنتكلم ايه عن الحاجات ديت لسه تاني. يبقى هو هنا برضو بيبين لي الحاجات ديت، والله بيقول لي السكال من فوق اهوت، او انا اسف البرين من فوق مفصول كده النصفين، نص يمين ونص شمال. طبعا هو الشكل ده او التلوين ده جاي بس عشان ايه، عشان التمييز يعني، عشان يبان، لكن هم بيبانوا شكل واحد. طيب ده الميديان لونجيتودنال الفيشر اهوت، ميديان لونجيتودنال الفيشر فيشر كبير جدا، فاصلهم فصل تام الاثنين عن ايه عن بعض، عشان كده اقدر اقول ان دي حافه ودي ايه حافه، ده مارجن ودي ايه ودي مارجن. يبقى الميديان لونجيتودنال ايه الفيشر، الميدل فرونتال جيروس، يبقى ده الميدل فرونتال جيروس، هناخد كده ده الايه السوبيريور فرونتال جيروس، فيبقى فوقه السوبيريور فرونتال، انا اسف السوبيريور فرونتال سلكس ده، ويبقى فوقه السوبيريور فرونتال جيروس، وتحت منه الميدل فرونتال جيروس، وفي الانفيريور فرونتال جيروس بس مش هيبان هنا. يبقى السوبيريور فرونتال جيروس ده موجود فوق فوق السوبيريور فرونتال سلكس اللي هو مش جايبه هنا، وده الميدل فرونتال سلكس بيكون تحت ايه جيروس، الميدل فرونتال جيروس بيكون تحت الايه الميدل فرونتال سلكس. هنا الأداة السنترال ده ده بالنسبه لنا الايه البري سنترال جيروس، ده البري سنترال جيروس، ده السنترال سلكس اهوت، ده السنترال سلكس اللي هو ايه هيفصل لي الفرونتال قدام والبرايتال ايه والبرايتال ورا، وده البوست سنترال. البري سنترال ده بيسميه الموتور، والبوست سنترال ده هو الايه هو السنسوري او اريا 312، والبري سنترال ده بيسميه اريا موتور 4. وهنا الايه ده طبعا كل الجزئيه اللي بعد ده كده بنسميه كل ده تبع البرايتال لوب. يجي عندنا الانفيرور برايتال جيروس والسوبيرور برايتال جيروس عن طريق السلكس ده اللي بنسميه الانترا برايتال سلكس، فيقسم لنا جزء فوق صغير بيكون سوبيرور برايتال جيروس وجزء كبير انفيرور برايتال جيروس، هو طبعا كبير بس هو طبعا الصوره دي جايبه من فوق بس فمش باين ان هو كبير يعني، وسوبيرور اوكسيبيتال سلكس. وهنا طبعا ايه السوبيرور اوكسيبيتال جيروس اهوت، هنقول بعد كده عن طريق الايه اللاترال اوكسيبيتال او اللاترال اوكسيبيتال سلكس، هنقول بيقسم لنا السوبيرور اوكسيبيتال جيروس وانفيرور اوكسيبيتال جيروس. طيب الجزء ده يعني جايب لنا الايه اللي هو الفولز بتاع الديوره وبيوضحها لنا، فالديوره ديت المفروض ان هي مبطنه السكال كده من ايه من جوه، وبتنزل فولد كده زي ستاير بتفصل الايه بتفصل الحاجات عن بعضها. طيب فعندنا مثلا سوبر ساجيتال ساينس، سوبر ساجيتال ساينس إيه طبعا الاستراد من فوق كده ماشي السكال اللي هو ده اللي هو كده ماشي كده، ده في هنا في اللي هو الميديان لونجيتودينال فيشر المفروض ان هو الفولد بتاع الديوره ماشي فيه سوبر ساجيتال ايه ساينس، ساينس كده بيكون فيه الفينس بلاد، احنا عندنا جفين في البرين وعندنا ايه ساينسز عامله زي الجيوب كده، لانها مش واخده زي تحس ان هي ايه مش مدوره كده ومنتظمه زي الفين، لا ده ساينس حاجه زي جيب كده. يبقى سوبر ساجيتال ايه ساينس، ده الفالكس ريبراي، الفالكس ريبراي ده بينزل كده من السقف من الفولت بتاع السكال ويحط لنا على الكوربس ايه الكوربس كالوزم بالايه بالشكل ده، فالكس ريبراي ده الفرونتال ساينس حاجه تبع البارانزال ساينس، يبقى الجيوب الانفيه الفرونتال ايه ساينس. الكريستا جالي اللي هو بيمسك فيه الفالكس سريبراي بيمسك في الكريستا جالي اللي هو الايه البوني بروسس، زائد عظميه كده بتكون موجوده في الميديان بلين في الانتيريور كرينيال فوسه او في البيس بتاع الانتيريور كرينيال فوسه. ده فراجماسيلي، ده فراجماسيلي بيكون فيها الايه البيتويتري جلاند وغيرها. سوبيريور سريبرال ارتري، سوبيريور سريبيلر ارتري، يبقى ده عندنا الايه البازلر ارتري اهوت، البازلر ارتري بعد ما اتكون من الاثنين فيرتبرال، فبي يدينا في الاول تحت كده بيدينا السوبيريور سريبيلر تحت، وبعد كده يدينا البوستيريور سريبرال، يبقى السوبيريور تحت لان هو بيكون سوبيريور سريبيلر والسريبيلوم تحت والايه والبوستيريور سريبرال ده ايه فوق، فده البوستيريور سريبرال، البوستيريور سريبرال ارتري، وده الايه السوبيريور سريبيلر. ده طبعا البازلر ارتري، ده الفيرتبرال ايه ارتري، ده بيكون طبعا بيكون واحد رايت واحد ليفت، هما بيتجمعوا مع بعض ويدونا الايه البازلر ارتري زي ما هنتكلم بعد كده. طبعا الحاجات
دي طبعا هنتكلم عنها بعد كده. ده البوستيريور كوميونيكيتنج، ده البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري، ده البوستيريور سريبرال ارتري، ده الانتيريور سريبرال ارتري. مش هيبان لنا هنا قوي الميدل سريبرال، هو هيكون الجزئيه ديت الميدل سريبرال ايه ارتري. طيب طبعا الحاجات البلاد سبلاي بتاع البرين طبعا هنتكلم عنها ايه بعد كده بالايه بالتفصيل. ده التنتوريوم سيربلاي، ده التنتوريوم سيربلاي ده بتفصل لي عن الايه البرين بيكون موجود فوق، والايه والسيربلم او السيربرام بيكون السيربرام فوق، والايه والسيربلم بيكون ايه تحت. ده فرقه سيربلاي ده استرى كده بتطلع ايه من ورا لقدام كده، بتفصل لي التو سيربرال تو سيربلر هيمسفير، ده الفرقه سيربلاي. لكن ما بتفصلهمش قوي زي الايه زي السوبيريور زي الميديا لونجيتودينال سالكس او الفالكس ريبراي، بيكون صغير قوي زي ما احنا شايفين ايه كده. ده الستريت ساينس ده كده بيكون موجود في الايه في الميد بتاع الايه تنتوريوم سيريبلاي بتاع تنتوريوم سيريبلاي، ده الايه ستريت ايه ستريت ساينس. يعني هو الرسمه ديت يعني مش دقيقه قوي، لان ده التنتوريوم سيريبلاي المفروض اللي هي ديت يعني. طيب ما علينا، نكمل بعد كده. واحنا بس هو كان عايز يبين لنا الفولد بس بتاع الايه بتاع الاسقال. الصوره دي جايبه حاجات كتير من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها او الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، لكن هي اكتر على الميديال سيرفيس بتاع الايه بتاع البرين، فمعلش هنقولها كده وايه والحاجات دي كلها هتيجي طبعا إيه بالتفصيل، فما حدش يقلق يعني. هنا طبعا هناخد من الاول ده البارا سنترال سالكس. البارا سنترال سالكس ده البارا سنترال سالكس، يبقى انا عندي السنترال سالكس اهوت، بس ده على الميديال سيرفيس لما فرقت الاثنين سيربرال هيمسفير كده، ده سنترال سالكس او بيسميها رولاندو. لكن مش واصل قوي يعني، هو كبير قوي واضح قوي على اللاترال سيرفيس، لكن على الميديال سيرفيس يا دوبك جزئيه صغيره كده. اللي قبل منه طبعا بنسميه البري سنترال سالكس، هو كاتبه هنا البارا سنترال لكن هو البري سنترال سالكس. واللي بعد منه ده بنسميه المارجنال سالكس، هو بيكون طبعا امتداد للايه للسالكس ده زي ما هنتكلم عنه دلوقتي. طيب يبقى المارجنال سالكس اللي هو السنجولار سنجولار سالكس بيطلع كده الايه في النهايه بينتهي بالايه المارجنال، وهنتكلم عنه. ده المارجنال سالكس، ده الكوربس كالوزم، ده الكوربس كالوزم اللي بيوصل له سيريبرال هيمسفير، موجود في البيس بتاع الميديا لونجيتودينال فيشر. ده الكوربس كالوزم، ده البري كونس. الكونس ده هيتكلم هيتكون من حاجه، عندنا سالكس كبير كده بيفصل لي الايه الاوكسيبيتال البرايتال، بنسميه برايتو اوكسيبيتال سالكس، فبيكون مع الكالكراين او البوست كالكراين سالكس. شوف في سالكس كبيره قوي كده فصل البرين فصل تام اللي هو البرايتو اوكسيبيتال هو ده البرايتال وده الاوكسيبيتال، ده البرايتو اوكسيبيتال وده ايه وده بنسميه الكالكراين، او ده هو في هنا ده البوست كالكراين كالكراين وده الكالكراين، فهم الاثنين عاملين كون اهو تكون مخروط الشكل كده، فده بنسميه المنطقه ديت بريكونس. هي مش كون ولا حاجه، ده هي بالعكس هي كوادريجيمنال يعني هي مربعه، وده الكونس فبس كده سميناها الايه البريكونس. وده السيبيروسيتال ساينس اللي احنا قلنا عليه اللي هو موجود في الايه في الفولد بتاع الايه فالكس براي، وماشي على الانتيريور سيرفيس بتاع الفولت بتاع الاسكال في الميديان اي بلين. ده جايب لي الايه الكرويدال البلكسس. الكرويدال البلكسس ديت الحاجات اللي بتكون لي اللي موجوده في الايه في السيرد فنتريكل، وطبعا موجوده برضه في الفورس، وبتكون لي الايه السي اس اف. يبقى الكرويدال بلكسس بتاع السيرد فنتريكل استرايا من اللارز اوف ذا سالاموس، استرايا من اللارز اوف ذا استرايا من اللارز اوف ذا اي اوف ذا سالاموس، هنتكلم عنها استرايا من اللارز بتاع الايه استرايا من اللارز اوف ذا سالاموس ديت، والبرايت اوكسيبيتال السلقس اللي كنا اتكلمنا عنه، وده الكونس طبعا علشان ايه البوست كالكراين والايه والبرايت اوكسيبيتال عاملين الكون، ده المنطقه ديت كلها بنسميها الكونس. هيبن ولر كوميشر، هيبن ولر كوميشر ده البينيال بودي، ده هيبن ولر كوميشر. كوميشر يعني بيوصل الرايت الجزء الرايت من البرين بالجزء الليفت، او الرايت سيربرال هيمسفير بالليفت سيربرال هيمسفير، ده بنسميه هيبن ولر كوميشر. وتحت منه بيكون البوستيريور ايه كوميشر، وطبعا قدام هنلاقي الانتيريور ايه كوميشر، هنتكلم عن الحاجات دي بعد كده. يبقى البينيال بودي ده البينيال بودي وده البينيال بودي وده البوستيرور كوميشر وده الكالكراين سالكس، ده الكالكراين سالكس اهوت، وده الستريت سالكس، ده الستريت ساينس انتوتوريوم سيريبلاي، ده ستريت ساينس انتوتوريوم سيريبلاي اهوت. وهنا الجري سيريبرال فين، الجري سيريبرال فين او بيسميه الجالين، وده اسم مهم قوي بالنسبه لموضوع الام اس كيو طبعا. الجريت سيريبرال فين، ده الجريت سيريبرال فين او الجالين فين، ده الجريت سيريبرال فين. وهنا السوبيريور كوليكولاس،
والانفيرور كوليكولاس، ده البستيرور سيرفيس او البستيرور سيرفيس بتاع الايه الميد برين، بيكون فيه السوبرور كوليكولاس والانفيرور كوليكولاس زي ما اتكلمنا قبل كده. التكتال كوادريجيمنال ايه بليت، يبقى الكوادريجيمنال بليت سميناها الكوادريجيمنال عشان موجود كوادري يعني اربعه، موجود فيه اربعه اللي هو اثنين سوبرور كوليكولاس واثنين انفيرور كوليكولاس، فبنسميه تكتال او الكوادريجيمنال ايه بليت. ده السيريبيلم اللي هو بيكون موجود ايه تحت دوت طبعا. السوبرور ميدلاري فيلم والسوبرور ميدلاري فيلم والانفيرور ميدلاري فيلم، دول ايه اللي هم بيكونوا لنا الايه البوستيرور باوندري بتاع الايه بتاع الفورست فنتريكل. ده الفورست فنتريكل اللي هو فاصل لي ما بين المظله والبون والايه والسيريبيلم، فده الفورست فنتريكل. وطبعا بيكون ايه بستور بالنسبه له سبيرم دلاري فيلم من فوق والفيرم دلاري فيلم من ايه من تحت. سبيرم دلاري فيلم ده الفورس فنتريكل اند كرويد بلكسس، برضه بيكون فيه موجود فيه كرويد بلكسس، والانفيرم دلاري فيلم برضه الانفيرم دلاري فيلم ده اللي تحت اهوت، والمظله طبعا مظله اوبلنجاتا، والسريبرال اكودكت بتاع السيلفيس. سريبرال اكودكت شوفوا كده السيلفيس كده بالنسبه لنا عالم له حاجتين اللي هو الايه السريبرال اكودكت الموجوده في نص الميد برين، واللاترال سالكس بنسميه سيلفيس سالكس. طيب عشان كده هي المشكله لما يقولوا ايه باراسيلفيان، فتبقى انت مش عارف باراسيلفيان ده عن طريق اللاترال سالكس اللي هو سيلفيس سالكس ولا هو اصلا حوالين الحته ديت. لا بس غالبا لما بنقول باراسيلفيان بنبقى نقصد ان هي الايه الحته ديت باراسيلفيان حوالين سنترال كارب بتاع الايه ميد برين. هنا البونز هنا السريبرال بدنقل، ده السريبرال بتنقل طبعا مش واضحه بالشكل اللي احنا عارفينه علشان ده ساجيتال سيكشن، ده الماميلاري بودي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. وبعد كده الايه الهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند، ده البيتوتري جلاند متوصله عن طريق الايه الفانتبلا والمتبر سينيريوم بالهايبوثالاموس، ده الاوبتيك كياسم ده اللي هو باين اهوت، وده التيوبر سينيريوم اللي احنا اتكلمنا عنه. سوبرا اوبتيك كريسس، ده سوبرا اوبتيك كريسس ده بيكون جزء ريسس، سوبرا اوبتيك ريسس ده بيكون ايه جزء من الهايبو سلامس، وبيكون طالع كده عامل لي جيب فوق الايه الاوبتيك كياس بسميه سوبرا اوبتيك ريسس. اللامينا ترمينالز، ده اللامينا ترمينالز اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، ده الكورباس كالوزم هو ده البوتي وده الجينو وده الايه الروسترم، وبيطلع ايه حته كده استريتشد كده الحته الباينه اللامينا ديت من الروسترم اوف ذا كورباس كالوزم لحد الايه الاوبتيك كياس، فده بنسميها الايه اللامينا ترمينالز. وقلنا اللي بيكون قدامها على طول اللي هو ايه بارا تيرمينال، بارا تيرمينال بارا تيرمينال جيروس اللي بيروح ايه بينتهي فيه او بيعمل فيه ريلي او بيروح له الميديال اولفاكتوري استرايا، ومش عارفين بصراحه هو بيعمل هناك ايه يعني. طيب ده الهايبوثالاموس سالكس، يبقى ده الايه الهايبوثالاموس، يبقى اللامينا تيرمينالز اهوت اللامينا تيرمينالز والهايبوثالاموس سالكس. الهايبوثالاموس سالكس ده بيكون موجود جوه بيفصل ما بين السالاموس والايه والهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس سالكس سبكالوزال جيروس، ده الكوبس كالوزم في جيرس كده تحت منه بنسميه الايه سب كالوزال جيرس، يبقى ده السب كالوزال جيرس ده قدام البارا تيرمينال، يبقى ده الجزء صغير قوي كده ده بنسميه البارا تيرمينال جيرس، ده انما ده سب كالوزال جيرس، يبقى ده سب كالوزال جيرس، وده الانتيرور كوميشر طبعا قصاده بالظبط الناحيه الثانيه اللي هو البستيرور كوميشر، ده سب كورتيكال او بارا اولفاكتوري اريا، يبقى السب كورتيكال هنا يبقى السب كورتيكال ده السب كورتيكال او البارا اولفاكتوري اريا، ده سب ايه سب كورتيكال او البارا اولفاكتوري اريا. طيب السالاموس اند ثيرد فنتريكل، السالاموس ده في ده السالاموس وده الثيرد فنتريكل مش باين طبعا هنا لان هو احنا فاتحين فيه لان هو في الميديان بلين، احنا عندنا وان ثيرد فنتريكل بس وان فورس فنتريكل لان هو موجود في الميديان بلين، انما عندنا تو لاترال فنتريكلز لان هم موجود على الـ على الايه على التو سايدز، يبقى السالاموس والثيرد فنتريكل. انتر سلاميك ادهيجن، ده انتر سلاميك ادهيجن كده بيوصل لما بين التو سالاموس زي مشر كده برضه مش مفهوم قوي. انتر فنتريكولار فورامن، انتر فنتريكولار فورامن اللي هو ما بين اللاترال والاي والثيرد فنتريكل، ده او فورامن اوف مونرو، يبقى ده الفورامن اي اوف مونرو انتر فنتريكولار اي انتر فنتريكولار فورامن فورامن ده بيكون ايه انتر فنتريكولار فورامن او اوف ايه اوف مونرو انتر فنتريكولار. طب سبتم بلوسيدم، سبتم بلوسيدم ده حاجه كده يكون تحت الايه تحت الكورباس كالوزم فاصل ما بين الرايت والليفت سايد، بيكون في الميديان بلين بيكون رفيع قوي، احنا بنتكلم عنه واحنا بنتكلم عن الايه عن الفورنكس سبتم بلوسيدم. هنا الفورنكس ده سبتم بلوسيدم هو بيكون واصل الفورنكس بالايه بالانفيريور سيرفيس بتاع الكورباس كالوزم، ده الفورنكس بالنسبه لنا، وده سالكس اوف ذا كورباس كالوزم.
ده سلقس بتاع الكوربس كالوزم اللي هو بيكون موجود ايه فوقيه على طول كده، فصل الكوربس كالوزم عن السنجولم اللي هو موجود فوق منه، يبقى سلقس الكوربس كالوزم. الميديال الفرونتال جيرس، ده الميديال فرونتال جيرس، يبقى الفرونتال جيرس سوبيريور فرونتال جيرس بيكون بيكمل جوه على الميديال فرونتال جيرس. ميديال فرونتال ايه جيرس، تحت منه السنجولم، تحت منه الايه الكوربس كالوزم، يبقى كوربس كالوزم فوق منه السنجولم، فوق منه الميديال ايه ميديال فرونتال جيرس. ميديال فرونتال جيرس بيفصله عن السنجولم اللي هو سنجولار سالكس، والسنجولم بيفصله عن الكوربس كالوزم اللي هو الايه كالوزال ايه كالوزال سالكس. طيب يبقى ده السنجوليت جيرس، ده السنجوليت جيرس او سنجولم سنجوليت جيرس، وده السنجوليت سالكس اللي هو فوق منه، وده البارا سنترال سالكس، وده بنسميه الجزئيه دي بنسميها الباراسنترال لوبيول، والجزء القدامي بتاعها تبع الموتور، والجزء المستور بتاعها بتاع السنسوري بالنسبه لللور ايه اللور ليم. نكمل بعد كده. بنقول السيرفس ايش السيربرال هيمسفير، عندها ثلاثه سيرفس، في لاترال سيرفس والسوبيرو لاترال، بيكون كونفكس محدب كده من بره، ويكون مولدد تو ذا سكال فولت، لازق كده او مطبوع على الايه على الفولت بتاع السكال. والميديال سيرفس ده بيكون فلاتند بيكون مستقيم، والانفيرور سيرفس بتاعه بيكون الريجولار لان هو بيكون مولدد مصبوب او مطبوع على الايه الريجولار نورما بيزالز انترنا بتاع السكال، لان الانفيرور سيرفس بتاع السكال لما تيجي تبص كده هتلاقي ان هو ايه الريجولار، فطبعا ايه البرين هياخد شكله يعني، فبيكون برضو ايه ريجولار سيرفيس. البوردر بيقول عندنا السوبيريور بوردر، السوبيريور بوردر ده لو السوبيريو ميديال بيفصل لي اللاترال من الميديال ايه سيرفيس، وبيكون مسؤول ايه بيكون ريتد للايه السوبيريور ساجيتال فينا ساينس، يبقى السوبيريور ساجيتال فينا ساينس بتاع الايه الديورا، وطبعا الفالكس ريبراين. طيب الميديال الميديال بوردر بالنسبه لنا، يبقى احنا عندنا سوبيريور بوردر وفي عندنا ميديال بوردر. الميديال بوردر ده هيفصل لي ايه سيبريت الميديال فروم انفيريور سيرفيس، هيفصل الميديال سيرفيس من الانفيريور ايه سيرفيس، اند اتس ديفايدد انتو تو بارت. الاوربيتال بارت اللي هو الجزء الصغير قدام ده الانتيريور هيكون مرتبط بالاوربيتال سيرفيس بتاع الايه بتاع السكال، والاوكسيبيتال بارت ده هيكون ايه بالنسبه للتنتوريال سيرفيس، يبقى الاوكسيبيتال بارت ده هياخد الايه التنتوريال سيرفيس ده كبير، بياخد ده بستيرور بياخد التو سيرد بتاع الانفيرور سيرفس بتاع البرين، والاوربيتال بارت ده بيكون صغير وبياخد الايه باوند تو اوربيتال سيرفس بتاع الايه البرين، يبقى ده الاوربيتال بارت والاوكسيبيتال. الاوكسيبيتال بارت اوربيتال انتيرور واوكسيبيتال بيكون ايه بستيرور. لو جينا ناخد الايه الانفيرور باوندريز، الانفيرور باوندري اسمه او بنسميه الانفيرور لاترال، بيفصل لي اللاترال من الانفيرور سيرفس. الاتس انتيرور بارت باوند تو اوربيتال بارت اوف انفيرور سيرفس بنسميه الايه سوبر سيلياري، بيكون موجود سوبر سيلري فوق الحواجب كده بالظبط. وسلايد ديبريشن كولد، في ديبريشن صغير كده بنسميه بري اوكسيبيتال نوتش. السين اون ايه اون ذيس بوردر، بيكون موجود على البوردر ده اباوت 2 انش ان فرونت اوف ذا اوكسيبيتال لوب، تقريبا 2 انش على الايه الاوكسيبيتال لوب. هناخد الصور ديت هتبين لنا ده السكال اهو، قصدي البرين. فطبعا ايه الميديا اللي موجودين الفيشر اهوت اللي بيفصلوا الرايت والليفت، انتر هيمسفيريك فيشر بنسميه انتر هيمسفيريك فيشر، ده الرايت فرونتال لوب، وده السيلفيان فيشر او اللاترال فيشر، وده التمبرال لوب، وده ايه الرولانديك فيشر اللي هو السنترال، ده الرولانديك او السنترال فيشر، وده البرايتال لوب. البرايتال ايه ده البرايتال لوب، وجزء منه طبعا البوس سنترال. يبقى السنترال فيشر ده البري سنترال، وده البوس سنترال. السنترال فيشر ده بنسميه الرولانديك، وهنا اللاترال ايه اللاترال فيشر اهوت او بنسميه السيلفيان ايه فيشر. فدول هيقسموا لنا الفرونتال قدام وفوق، وبعد كده البرايتال هيكون فوق مش هيوصل للارض عشان جداري، ده متعلق كلمه برايتال معناها جداري. وده التمبرال السريبيلم ده موجود تحت ومفصول هنا ايه التنتيريوم سريبيلاي، فاصله السريبرام من السريبيلم، سريبرام فوق سريبيلم ايه تحت. وده التمبرال ايه التمبرال لوبس برضو هنا انتر هيمسفيريك فيشر، ده الليفت فرونتال لوب، ده اللاترال سيرفس اهوت، ده السوبيريور بوردر، ده السوبيريور بوردر، ده هو الانفيريور بوردر، ده الانفيرو لاترال، ده بيكون ماشي بالنسبه لنا على الايه سوبر سيلياري بوردر، يبقى ده بنسميه سوبر سيلياري بوردر، اللي هو ايه سوبر سيلياري بوردر الانفيرو بوردر او الانفيرو لاترال، يبقى ده الانفيرو ايه الانفيرو لاترال. فبيفصل اللاترال سيرفيس عن الانفيريور ايه سيرفيس. لو جينا شفنا الصوره ديت، ده جايب لنا الباك بتاع السكال، برضو انتر هيمسفيريك فيشر مازال موجود، رايت سيربرال هيمسفير وده ليفت سيربرال هيمسفير وده سيربيلم، والمفروض هنا موجود التنتوريوم سيربيلاي فصلاهم. طيب وده الايه التونسل بتاع الايه السيربيلم اللي هبينا تحت ده برضو سيربيلم هنا كده لما خدنا سيجيتال سيكشن
الميد ساجيتال بقى هناخده كده، ده هيبان لي الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها على الميديال سيرفيس الكتير ديت، وده البرين ستيم، ده السيريبيلم، وده السيريبرال الكورباس كالوزم. يبقى الميديال سيرفيس اهم حاجه بيميزه ان هو ستريت، وان ما يكون فيه الكورباس كالوزم، فوق منه السينجولام، فوق منه الميديال فرونتال جيروس. طيب هنتكلم بعد كده السيربرال هيمسفير، طبعا عندها ثلاثة لوب بالنسبة لنا، اللي هو الفرونتال ده بيكون ايه الجزء الانتيريور بتاع الفرونتال ايه لوب، يبقى ايه الانتيريور اند بتاع إيه، عندنا ثلاثة بولز، انا اسف ثلاثة بولز، ولا الفرونتال بول ده بيكون جزء ايه الانتيريور بتاع الفرونتال، لايز اوبوزيت ايه ذا ميديال بوردر او سوبر سيلوري ارش، يبقى سوبر سيلوري ارش بيكون يعني فوق عند فوق الحاجب من جوه كده ناحية الايه المناخير كده، والتمبرال بول نفس النظام، يبقى ده إيه يبقى الميديال بوردر بتاع سوبر سيلير ارش، عشان لو عايز احدد مكان الفرونتال لوب جراحيا بيفيدنا بالنسبه للسيرفس اناتومي يعني، يبقى الميديال بارت بتاع سوبر سيلير لوب يبقى هاجي عند الحواجب كده من جوه ناحيه الانف كده، يبقى هو ده الفرونتال لوب. التمبرال ده بيكون انتيرور ايد بتاع التمبرال لوب، وبيقع جاست بلو ذا ليسر وينج اوف ايه سفينويد، الليسر وينج اوف سفينويد كده قدام الاذن بشويه كده 1 انش، يبقى ناخد الليسر وينج اوف سفينويد، ولا هنا الايه التمبرال بول. الاوكسيبيتال بول ده ده بياخد البستيرور اند بتاع الاوكسيبيتال لوب، وده علاقته بالاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، ده برضه لاند مارك مميز قوي من بره، لحاجه زي البصله كده اللي موجوده حته البارزه كده في الايه في مؤخره الراس، بيسموها اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، البروز القفوي الايه الخارجي. ان طيب يبقى الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس ده يبقى شورت بعيد وفوق منه لاترال، يبقى لاترال عشان في اثنين عندنا اثنين اوكسيبيتال بول، يبقى لاترال شويه واي اباف، يبقى اباف ولاترال هنلاقي ايه فوق الاكسترنال اوكسيبيتال بروتريبرنس، اقدر احدد الاوكسيبيتال بول، والتمبرال بول بحدده ان هو ايه بلوز ليسر وينج اوف سفينويد، يبقى بيكون تحت الليسر وينج بتاع الايه السفينويد. الديفيجن اوف ذا هيموسفير انتو 3 لوبس، طبعا ثلاثه لوبس عن طريق ثلاثه ايه ثلاثه صلصاي اور ايه او فيشر، بيقسمونا ثلاثه لوبس زي ما اتكلمنا عنهم، اند ايميجينر لاين، وفي ايميجينر لاين خطوط وهميه برضو اتكلمنا عنها. ديفايز هيموسفير انتو 4 لوبس اس فولو، يبقى سنترال سالكس، قلنا سنترال سالكس ده مهم قوي، ده بيسموه فيشر بتاع رولاندو، وده بيمتد كده ايه ليتل، يبقى فروم ا بوينت ليتل بيهايند ذا ميدل اوف ذا ايه ابر بوردر، يبقى الابر بوردر لو خدنا ورا المنتصف بتاعه شويه، وهو ورا المنتصف يعني معناها ان ايه ان الفرونتال لوب اكبر شويه من الحاجات الثانيه، من مجموع الحاجات الثانيه فوق، ولكن من تحت بيبقى ايه داون تو بوينت immediately above ذا ميدل اوف ذا بوستيريور ريموس اوف ذا ايه لاترال فيشر. طيب يبقى هو ايه بيروح على الايه داون تو بوينت immediately above ذا ميدل، يبقى بياخد الميدل بتاع البوستيريور ريموس بتاع اللاترال ايه الفيشر، يبقى لو طلع انا للرسمه ديت هنلاقي هو ده الخط ده بالنسبه لنا للسنترال، ده موجود طبعا ايه الابر بورتر اهوت، واخد الميدل بتاعه وينزل لحد ايه ما ينتهي قبل ما ايه قبل ما يحصل اللاترال ايه اللاترال فيشر، يبقى هو ملوش اتصال مباشر باللاترال ايه باللاترال فيشر، بينتهي قبل منه بحاجات بسيطه، لكن ايه عند منتصف اللاترال ايه اللاترال عند منتصف اللاترال فيشر. يبقى ميدل اوف ذا بوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر اتس رانز اوبليكلي، بيمشي اوبليك داون وورد اند فورورد، يبقى فوق بيكون ورا وبينزل ايه مايل قدام اكروس لاترال سيرفيس اوف ذا هيمسفير، فعلشان كده يبقى هو نازل ايه بينزل مايل كده، هو يعني الصوره ديت مش مظبوطه قوي، ممكن تكون مظبوطه اكتر، يبقى هو برضه ديت مش مبينه الكلام اللي احنا هنقوله، المفروض ان هو من فوق كده بيبقى ايه ورا كده، المفروض يبقى نازل بالشكل ده، فبرضه الصوره ديت مش المنظر بتاعها مش مبين اللي احنا بنقول ده، يبقى ورا بتكون فوق واخده جزء اكبر وبينزل مايل لقدام، يعني هو كده شكله من الصوره ان هو مايل لورا، لا هو مايل ايه مايل قدام كده في الايه في الحقيقه يعني، لكن الفيو ده مش مبين ده يعني، يبقى هو بينزل داون وورد اند فورورد اكروس لاترال سيرفيس اوف ذا ايه اوف ذا هيمسفير، يبقى مايل قدام لورا. الابر بيند بتاعته بيقطع لنا الايه الابر بوردر بتاع الهيمسفير، واند تيرن داون وينزل لتحت كده شويه، مسافه صغيره قوي على الميديال سيرفيس بتاع الهيمسفير اللي احنا كنا برضو كنا شفناه هنا
هنا في الايه هنا في الناحيه ديت اهو ده السنترال فيشر، يعني بيطلع الابر بوردر بيمل شويه كده على الايه على الميديال ايه سيرفيس، بيكون وراه السلقس الكبير قوي اللي هو المارجنال سلقس ده، وبيكون مارجنال لانه مارجن يعني بيعمل حفه كبيره، بس عشان كده بسميه مارجنال فاصل فاصل كده، كان ده حفه لوحدها وده حفه لوحدها، وده البري سنترال ايه البري سنترال سلقس بيكون واضح قدامه، هو ده البري سنترال ايه سلقس، وده بنسميه الباراسنترال لوبيول علشان موجود فيه الحاجات اللي تتعلق باللور لمب هنتكلم عنه بعد كده. يبقى احنا قلنا الابر بيطلع مسافه صغيره كده على الميديال سيرف بتاع الهيمسفير، بيفصل لي الموتور اريا انتيرور بالنسبه له عن السنسوري اريا بوستيرور بالنسبه له، ده السنترال سلقس. يبقى اهم حاجه في السنترال سلقس مهمه جدا ان هو قدامه الفرونتال لوب والجزئيه ديت الخط ده اللي هو عرض صباح كده والفينكر بريتس، ده بيكون الموتور ووراه ده السنسوري بيكون ايه وراه منه بوستيرور، وطبعا السنسوري تبع البرايتال والموتور تبع الايه تبع الفرونتال. يبقى ده اول حاجه اللي هو السنترال سلقس، ده مهم جدا بالنسبه لنا، او الفيشر اوف او رولاندو ايه فيشر اوف رولاندو من الثلاثة فيشر المهمين اللي هم ايه يفصلوا لنا البرين للاربعة لوب. ناخد بعد كده اللاترال فيشر او الايه اللاترال فيشر ده او الفيشر بتاع السيلفيوس، بيبدا طبعا اون ذا انفيرور سيرفيس، بيبدا على الانفيرور سيرفيس بتاع الهيمسفير لاترال تو انتيرو برفريتد سبستانس، ويمشي لاترال لحد ما يوصل للايه لللاترال سيرف بتاع الهيمسفير، وبيتقسم لثلاثة ريماي اللي هو البوستيرور ريموس ده اطولهم، وبيمشي باكورد على اللاترال سيرفيس، البوستيرور اند بتاعته تيرن ابورد بتميل كده شويه اللي فوق، وايه كاترنج تو برايتال لوب وتقطع اللي في الايه البرايتال لوب. الانتيرور هوريزونتال ده واحد كده هوريزونتال انتيرور هوريزونتال ده بيطلع ايه ابورد انتو فرونتال لوب، والانتيرور اسندنج ده ران ابورد انتو ذا فرونتال لوب برضه، يبقى ده بيطلع فورورد وده بيطلع ايه ابورد، ده بيطلع يبقى الانتيرور انتيرور اسندنج بيطلع ده ابورد، انما الثاني كان بيطلع ايه بيطلع فورورد. طيب ده بالنسبه للايه اللاترال لاترال ريمس، تعال هنشوف كده الايه اللاترال ريمس ده ده الانفيريور ده اللاترال اللاترال سلكس، وبعد كده من الانفيريور سيرفيس هنبقى يعني في صور تانية هتكون موضحه اكتر كتير، يعني هنا مثلا كده اهو هو ده بدا من الانفيريور سيرفيس بالشكل ده ويبدا ماشي لحد ما يطلع عند اللاترال ايه سيرفيس، بيكون لاترال بالنسبه للايه الانتيريور بريفريت سبستنس، هو ده اللي ماشي تحت دوت بالنسبه للانفيريور ايه سيرفيس، او هنا بس يعني مش باين، او هو باين الصوره دي مبينه اكتر، ده الانفيريور بيبدا من الانفيريور سيرفيس وبعدين ايه هنا كده يبدا يظهر على اللاترال سيرفيس، بيتقسم لي بقى الايه لثلاث إيه حاجات، واحد اللي هو بيكمل اللي هو البوستيرور ريمس اللي هو الكبير قوي ده اللي هو الامتداد بتاعه الايه الطبيعي، وعندنا بيتعمل لي اثنين تانيين، واحد اسمه انتيريور انتيريور اسندنج انتيريور اسندنج، والثاني انتيريور هوريزونتال، ده الانتيريور هوريزونتال بالنسبه لنا وده الانتيريور ايه اسندنج، يبقى ده الانتيريور اسندنج وده الانتيريور ايه هوريزونتال، ده هم ده يبقى ده الاسندنج وده الايه الهوريزونتال، الهوريزونتال ده كده طالع لقدام وده الاسندنج ده بالشكل دوت. طيب يبقى ده الثلاث تفرعات الثلاث تفرعات بتوعه، تقول لي طب ده بالنسبه له اقول لك لا ده مش ده الرسمه هنا مش مظبوطه قوي، ده مش متوصل بيه، ده البري سنترال سلقس مش واصل ان هو فاتح فيه، لكن اللي فاتح فيه ده وده وده برضو الدنيا هنا مش مظبوطه لان هو ده ايه واصل بالايه باللاترال فيشر بالشكل اللي احنا هنبقى نشوفه بعد كده. اهو ديت مثلا ممكن تكون الدنيا واضحه فيها اكتر شويه، ده الاسندنج وده الايه الانتيريور الانتيريور فيشر او الانتيريور هوريزونتال، وده الانتيريور ايه هو اسندنج، وده الايه وده البوستيرور بالنسبه لنا، نطلع كده لحد ما ينتهي وفوق كده زي ما بنشوف هو فوق كده بيقوم جاي ايه لو يبص شويه كده او مغير مساره كده ايه في الايه في الفرونتال ايه في الفرونتال لوب، يبقى هو بيكون ماشي كده وبعد كده ايه يحود يغير مساره يطلع ايه يطلع ابورد. ده اللاترال فيشر وده قلنا طبعا اللي هو بنسميه الفيشر اوف سيلفيوس مهم جدا، وبعد كده بيتقسم لثلاثه رماي، والبوستيرور ريموس ده الاطول وبيمشي باكورد، والانتيرور هوريزونتال بيطلع ايه ده فورورد وده بيطلع ايه ابورد اللي هو الايه الاسندنج، وهنشوفهم طبعا دلوقتي بالتفصيل. البرايت اوكسيبتال سلقس بقى عندنا البرايت اوكسيبتال سلقس ده بيكون موجود على الميديال سيرفيس زي ما اتكلمنا عنه وضحناه من شويه، البرايت اوكسيبتال سلقس ده بيكون موجود على الميديال سيرفيس، هنطلع هو البرايتو اوكسيبيتال سلكس
اهو ده هنا كده، ده البرايتو اوكسيبيتال سلكس، اللي قدامه برايتن ورا منه الايه ده الاوكسيبيتال، يبقى ده البرايتو اوكسيبيتال ايه سلكس. اللي تحت ده اللي هو الكالكراين، ده البري كالكراين او بيسموه الكالكراين بس، وده الايه البوست كالكراين. والبرايتو اوكسيبيتال ده بيطلع حته صغيره كده على اللاترال ايه سيرفيس، عكس السنترال. السنترال شوف كده بيكون واضح اكتر على اللاترال، ويطلع حته صغيره في الايه في الميديال سيرفيس، انما البرايتو اوكسيبيتال بيكون واضح اكتر على الميديال، ويطلع له حته صغيره كده على اللاترال ايه لاترال ايه سيرفيس. ده الـ ده الكالكراين بيكون موجود منهم هنا الايه الكونس. معينا هننزل بقى ايه نشوف الموضوع ده. يبقى طبعا الابر اند بتاعه بيقطع الابر بوردر بتاع الهيمسفير، ويعدي لي ايه هنا مسافه اباوت 2 انشز فروم ذا اوكسيبيتال بول، وتيرن داون ليتل اون ذا لاترال سيرفيس اوف ذا هيمسفير. حاجه بسيطه كده على اللاترال سيرفيس اوف ذا هيمسفير، زي الحاجه البسيطه اللي بيكون داخلها السنترال سالكس على الميديال سيرفيس. يبقى البرايت اوكسيبيتال سالكس عكس السنترال، البرايت اوكسيبيتال مينلي موجود على الميديال سيرفيس وبيطلع لي حاجات بسيطه على اللاترال، السنترال بيكون مينلي موجود على اللاترال سيرفيس وبيكون لي حاجات بسيطه على الايه على الميديال. في الامجينر لاين بقى ده يعني ايه اللاينز ديت مهمه قلنا عليها، الامجينر لاين هيوصل لي ايه داون فروم ذا ابر اند بتاع البرايت اوكسيبيتال سالكس لايه للبري اوكسيبيتال نوتس، يبقى كده فصل لي اللي بستيرو بالنسبه لها الاوكسيبيتال ايه الاوكسيبيتال لوب، ده الامجينر لاين. يبقى ده الامجينر لاين اللي هو هيوصل لي البرايت اوكسيبيتال سالكس، هيكملوا له على اللاترال ايه على اللاترال سيرفيس. رغم ان احنا عندنا امجينر لاين كتير، بس ده الوحيد اللي احنا من ايه بنقول عليه امجينر لاين لوحده كده. لو قلنا لوحده يبقى ده الامجينر لاين لايه، لان هو واضح جدا ان هو عشان يفصل لي وراه كل اللي وراه ده اوكسيبيتال لوب. لو ذا سيربرال هيمسفير بقى ناخد، يبقى ايش سيربرال هيمسفير بتتقسم الى 2 ايه الى 4 لوبس. والانسولا، الانسولا ده هنشوفها دلوقتي موجوده في اللاترال فيشر، نفتح اللاترال فيشر كده نلاقي الانسولا حته غرقانه كده من ايه من السيربرال كورتكس. باللاترال سيرفيس هيمسفير ذا 4 لوبس ار باوندد اس 4، يبقى ايه بيكونوا متصلين ببعض كالتالي. الفرونتال لوب ده بيكون ايه باوندد، الحدود بتاعه ايه السنترال سالكس ده ورا منه، والابر بوردر فوق منه، سوبرسيلري بوردر بلو، والفرونتال بول ان فرونت. يبقى لو جينا طلعنا فوق كده هنلاقي والله ده الفرونتال لوب اهوت، هلاقي ده البول، ده انتيريور الميديال ميديو لاترال بوردر، ده بالنسبه لنا بيكون تحت منه انفيرو لاترال، انا اسف بوردر انفيرو لاترال بوردر. وهنا السنترال سالكس ده بيكون بوستيريور، والابر بوردر ده بيكون ايه سوبريور. يبقى الابر بوردر ده سوبريور، السنترال سالكس بيكون بوستيريور، والانفيرو لاترال بوردر او السوبر سيريالي بوردر ده بيكون انفيرور ولاترال وبياخد حتى ميديال شويه، وده الفرونتال بول ده بيكون انتيريور بالنسبه له. ده بالنسبه للايه ده بالنسبه للايه الفرونتال لوب بالحاجات ايه بتاعته اللي هو الباوندري بتاعته. البرايتال لوب ده الاريا الباوندد باي السنترال سالكس طبعا هيكون قدامه، والابر بوردر هيكون فوقه، والابر هاف اوف ذا ايميجينر لاين، الايميجينر لاين بيهايند الابر هاف ده هيكون وراه، والبوستيرور ريماس ده اوف ذا لاترال فيشر اند ان ايميجينر لاين جوينينج ذا بوستيرور ريماس وذ ذا ميدل اوف ذا لاين بتوين برايتو اوكسيبيتال سالكس اند بري اوكسيبيتال النوتس بيكون ايه بلو. وبصراحه الاغلسهم في الايه في البرايتال لوب في الباوندري بتاعته هو البرايتال لوب، لكن معلش هنوضح ده دلوقتي وهنشوف اكتر من صوره هنبقى الموضوع عادي. يعني لو كده هنتكلم كده الايه ده البرايتال لوب، ده اللي قدام بتاعه سنترال لاين، وهنا اللي ورا الانفيرور بالنسبه له اللاترال ايه اللاترال ريمس بتاع اللاترال سالكس هيفضل ماشي بالشكل ده. طيب يبقى كده قدام تحت. طيب بوستيريور احنا طبعا كنا قلنا البرايتو اوكسيبيتال سالكس، البرايتو اوكسيبيتال سالكس دوت اهوت من هنا من ناحيه جوه، بس من بره اوضحه ازاي من بره، وده عامل معدل شويه كده الناحيه بره حاجات بسيطه زي ما قلنا، هنوصله بخط اهوت. يبقى ده البرايتو اوكسيبيتال اهوت مش باين في الحته ديت. طيب هنشوف حته تانيه،
هنشوف في الرسومات الثانية هتجينا دلوقتي. المهم يعني هنقول مثلا هو ده الانتيرور، ده سنترال سالكس، وده الانفيرور، ده اللاترال سالكس، واخد خط كده من نهاية اللاترال سالكس وامشيه كده لحد ما يقابلني بالخط اللي هو نازل من البرايت اوكسيبيتال سالكس ونازل على البري اوكسيبيتال نوتس. مثلا هنا البري اوكسيبيتال نوتس اهو في خط كده، ده همشي لحد الايه المنتصف بتاعه، فيبقى فوق الابر بوردر، قدام السنترال سالكس، انفيريور اللاترال سالكس، والاميجر لاين اللي واصل ما بين اللاترال سالكس والايه والمنتصف بتاع الخط الواصل من البرايت اوكسيبيتال سالكس والبري اوكسيبيتال نوتس. ده البري اوكسيبيتال نوتس اهوت واضحه هنا بالنسبه لنا، البري اوكسيبيتال ايه نوتس. طيب الحاجات دي هتبان تاني بعد كده وهتجيلنا في حته تانيه وهنتكلم نتكلم عنها. هو جاي اهو، يبقى ده البرايتال لوب. التمبرال لوب بيكون ايه؟ التمبرال لوب بيكون طبعا الانفيرور بالنسبه له، بيكون باوندد ايه الانفيرور بوردر ده بالنسبه له، والبوستيرور ريموس بتاع اللاترال اللاترال فيشر بيكون فوق منه، واللور هاف بتاع الاميجينال لاين بيهايند، والتمبرال بول بول بيكون ايه؟ بيكون ان فرونت، والاوكسيبيتال ده بيكون ورا الاميجينال لاين، بوستيرورلي بيكون الاوكسيبيتال بول، والانسولا ده بيكون سبمرجد، بيكون غرقانه كده بارت من الكورتكس في الباتوم بتاع ايه البوستيرور ريموس بتاع اللاترال فيشر. هنشوف الكلام ده كله دلوقتي. يبقى هو ده الايه، ده الفرونتال لوب بيكون فوق بالنسبه له الابر بوردر، انتيرو بالنسبه له الفرونتال بول، انفيرو لاترال بيكون الايه سوبر سيريال مارجن ده بالنسبه لنا، والكوربستورو بالنسبه له السنترال سالكس. يبقى هنا السنترال سالكس، هنا الابر بوردر، هنا البول، هنا سوبر سيريالي سيلياري ايه سوبر سيلياري مارجن. طيب بعد كده التمبرال طبعا هنا بيكون انتيرو بالنسبه له التمبرال بول، وهنا اللاترال فيشر او اللاترال بوستيرور ريموس اوف اللاترال فيشر بيكون سوبيريور بالنسبه له. وعلشان افصله بقى انا الحته اللي ورا ديت مشاح كده ما فيش سلقس كبير فاصل، فبايه بكملها بالايه ميشينر لاين. ده الايه الجزء اللي هو اللي طالع لاترال من البرايتو اوكسيبيتال فيشر، برايتو اوكسيبيتال فيشر طلع منه الجزء ده، اخده ووصله البري اوكسيبيتال نوتش اللي هي ديت. يبقى كده عملت ده الامبشنر لاين، الامبشنر لاين، واخد من نهايه الايه ومن نهايه ال من نهايه البستيرور ريموس خط تاني كده اوصله للمنتصف بتاعه. يبقى هنا ده خط اهوت وفي خط تاني اهو ده، يبقى خط من برايتو اوكسيبيتال فيشر امبشنر لاين برايتو مش هو مش موجود، هو خط وهم كده من برايتو اوكسيبيتال لحد البري اوكسيبيتال نوتش ده واحد، وواحد تاني اخد من منتصفه اوصله للايه للاند بتاع البستيرور ريموس. يبقى اللي فوق البرايتال، وبكده يبقى البرايتال الانتيريور بالنسبه له السنترال سالكس، السوبيريور بالنسبه له الابر بوردر، البستيرور بالنسبه له الابر هاف بتاع الامبشنر لاين اللي بيوصل من البرايتو اوكسيبيتال لحد البري اوكسيبيتال نوتش، وتحت منه اللي هو ايه جزء من الايه من اللاترال الريموس او الاميجينر لاين اللي هو واصل من نهايه الايه البستيرور ريموس لحد المنتصف الخط الاميجينر لاين اللي واصل ما بين البرايتو اوكسيبيتال والبري اوكسيبيتال نوتش. وده التمبرال كده تبقى خلاص وضحت بالنسبه لنا، ده البول، ده الايه اللاترال ريموس ده هيكون سوبيريور، ده الانفيريور بوردر بالنسبه لنا هتكون انفيريور، والنص اللي تحت بتاع الاميجينر لاين اللي واصل من البرايتو اوكسيبيتال والبري البرايتو اوكسيبيتال والبري اوكسيبيتال نوتش ده الخط ده، وفوق هيكون ايه اللي يفصله من البرايتال الامجينر لاين. يبقى التمبرال تمبرال لوب والاوكسيبيتال والبرايتال مش مفصولين عن بعض او على اللاترال سيرفيس، عشان كده بنفصلهم بايه بامجينري لاين. طيب ده بيقول نفس الحاجات، ده السربيلم، ده التمبرال لوب، ده الاوكسيبيتال لوب، ده البرايتال لوب، زي ما هو كده محدد اللي هو الايه السوبيريور برايتال لوبيول والانفيرو برايتال لوبيول، لكن مش مشكله دلوقتي. البوست سنترال جيروس، ده السنترال سالكس، ده هيكون بوست سنترال، وده الايه السنترال نفسه، وده البري سنترال، وده الفرونتال ايه ده الفرونتال لوب، ده الفرونتال لوب، وهنا اللاترال سالكس، ده اللاترال سالكس، ده البونز طبعا ديت البونز، وده المدلة ايه مدلة اوبلينجاتا.
هنا بيقول لي الايه لاترال فيو بتاع البرين شوينج ذا لوب اوف سريبرال كورتكس ان ذا ليفت سريبرال هيمسفير. بعرف ان هو ليفت ازاي؟ والله بحطه في الاناتوميكال بوزيشن ده الفرونتال لوب والايه والتمبرال، دول الجزء الكبير ده بيكون قدام، والسريبيلم لو موجود طبعا بيسهل الدنيا قوي، بيكون انفيريور وبوستيريور، فايه احطه في الاناتوميكال بوزيشن هلاقي ان ده الايه ده الليفت. الصورة ديت يعني مش جايبة جديد، هي بتقول لي بس ان ده السوبريور بوردر، ده الفرونتال لوب، ده السوبر سيلياري بوردر، ده السوبر سيلياري بوردر، وده التمبرال لوب. السوبر سيلياري ده ماشي كده جيت لاترال كده، يعني الصورة طبعا عشان 2 دي مبين ان هو ماشي انتيرور من الانتيرور للبوستيرور، لا هو ماشي من الميديا للايه لللاترال. ده السنترال سالكس ده كده السنترال ايه سالكس، طبعا ايه ده فوق قبل منه البري سنترال او الموتور، بعد منه البوست سنترال او الايه او السنسوري. طبعا دي الخطوط الوهميه اهيت، وصلنا واحد من البرايت ابر اند بتاع البرايت اوكسيبيتال سالكس بالبري اوكسيبيتال نوتس، ده خط وايه ومن المنتصف بتاعه وصلنا لنهايه الايه لنهايه اللاترال بوستيرور ريمس بتاع اللاترال سالكس. فبقى كده البرايت فوق والاوكسيبيتال ورا والتمبرال تحت، ده الميجر لاين رقم واحد ده الميجر لاين رقم اثنين، ده البوستيرور ايه البوستيرور ريمس بتاع اللاترال ايه فيشر، وده الانفيريور بوردر، وده التمبرال ايه التمبرال بول تمبرال لوب، وده التمبرال بول. يعني الصورة دي ما جابتش حاجة، بس ايه بنراجع بس على الحاجات اللي قلناها. نفس برضو الصورة دي ما جابتش ما ضافتش جديد، ده بيقول اللاترال فيو، ده الفرونتال، ده بري سنترال جيروس، وده البوس سنترال جيروس، وده السنترال سالكس، وده البرايتال لوب، وده الاوكسيبيتال، وده التمبرال، وده السريبيلم، وده ايه سيلفيان فيشر او اللاترال ايه فيشر، وده الاولفاكتوري بالب. زي ما قلنا ما جابتش جديد. طب عشان نجيب الانسولا بنيجي على اللاترال فيشر او البوستيرور ريمس بتاع اللاترال فيشر ونفتحه كده، فايه هتبين لنا الانسولا موجود فيها فيشر كبير كده الانسولا، وهنا ورا تو جيروس كبار طويل، واحد جيروس واحد اتنين طوال اهو، وقدام بيكون فيه كذا لوبيول كده، والاجزاء بقى اللي مغطياها بنسميها اوبركولا. فالجزء بتاع الفرونتال ده بنسميه فرونتال اوبركولم، وبتاع التمبرال بنسميه تمبرال اوبركولم، والجزء بتاع البرايتال برايتال اوبركولم. يبقى البرايتال اوبركولم ده البرايتال اوبركولم دول كده، وده التمبرال اوبركولم، وده الفرونتال ايه الفرونتال اوبركولم اللي هو الاغطيه اللي مغطياه مغطيه الانسولا. طيب هناخد السلساي والجيراي بتاع السريبرال كورتكس. بنقول السيرفس بتاع سيربرال هيمسفير السيرفس بتاعها ار انتربتد باي لارج نمبر بتاع السلساي، بيكون عدد كبير قوي من السلساي اللي هيفصلها ايه لجيراي. طيب بنقول كل سلقس برودوس باي انفولدنج، دخول لجوه كده ثانيه لجوه كده بتاع السيربرال كورتكس، وبناء عليه السلساي بيعمل ايه ماركت انكريز ان سيرفس اوف السيربرال اوف كورتكس وزود انكريز ان سايد اوف السيربرال هيمسفير. حجم المخ ده لو فردناه كده فردنا السلساي ديت والجيراي هيعمل لنا يجي متر مربع، فازاي متر مربع ادخله داخل السكال، فلازم اعمل الفولدس والايه والسلساي والجيراي ديت عشان اقلل، تفضل مساحه السطح كبيره ومع ذلك الحجم الكلي يكون ايه يكون قليل. السلساي والجيراي على اللاترال سيرفيس عندنا الفرونتال لوب السلساي بتاعته، قلنا البري سنترال سالكس، والبري سنترال سالكس ده موجود برا للسنترال سالكس وبيكون تقريبا عرض صباع واحد قدام منه. السوبر فرونتال سالكس سيرو فرونتال سالكس ده بيمشي قدام، يعني ده بيكون ايه نازل من فوق لتحت او من تحت الايه لفوق فيرتيكال كده يعني، او راسي او عمودي. انما السيرو فرونتال سالكس ده بيكون هوريزونتال، بيمشي ايه فورورد برا للابر بوردر والانفيريور بوردر، ده زي نفس النظام. يبقى اللور بارت بتاع الايه البري سنترال سالكس بيكون واصل للور بارت بتاع البري سنترال سالكس ويمشي فورورد اند سين ايه داونورد فورورد، وبعد كده بيمشي ايه داونورد. والحته ديت مهمه شويه هنقولها علشان ايه مهم. طيب الجيراي بقى بالنسبه لنا
هيكون عندنا البري سنترال جيروس، ده طبعا فيرتيكال عموديه كده ما بين السنترال والبري سنترال سالكس، والريمينين بارت بقى بنقسمه لايه، لكذا حاجه، اللي هو الجزء اللي قدام بقى كله بيتقسم عن طريق السوبيريور والميدل والانفيريور فرونتال جيراي، عن طريق السوبيريور والانفيريور فرونتال ايه سالساي. هنشوف الحاجات دي كلها على الصور. والانفيريور فرونتال جيروس طبعا بيتقسم باي ايه، عن طريق باي انتيريور هوريزونتال اند انتيريور اسندنج ريماي اوف ذا لاترال فيشر، بيقسمونا ثلاثة ايه بارتس، عن طريق ايه، عن طريق حاجتين، عن طريق الانتيريور هوريزونتال، انتيريور هوريزونتال والانتيريور اسندنج ريماي. يبقى دول بايه بيقسمونا، هنشوف معلش كل ده هنشوفه دلوقتي على الرسم. الاوربيتال بارت هيكون ايه بلو انتيريور هوريزونتال، والانجولار او تراينجولار بارت بيكون ايه بتوين تو ريماي، والاوبركولار بارت هيكون ايه طبعا لان هو مغطى على الايه، على الانسولا، في الجزء الاوبركولار اللي احنا قلنا عليه بتوين الانتيريور اسندنج ريماس اند بري سنترال سالكس ات كفر ايه بارت اوف ذا انسولا، عشان كده سميناها الايه الاوبركولار. قلنا الحاجات اللي بتغطي بتاع الانسولا كلها بنسميها الاوبركولم، الاغطيه. فعشان هو كان بيغطي على فبيغطي على الايه الانسولا، ده بنسميه الاوبركولار بارت. يبقى اي حاجه تغطي على الانسولا بنسميها الايه الاوبركولار، الاوبركولار بارت. طيب هنشوف الرسومات طبعا هتوضح لي كل الحاجات ديت. اهوت يبقى ده عند السنترال سالكس اهوت بيفصل له قدام منه الفرونتال لوب، وبعد منه الايه البرايتال لوب، قدامه البري سنترال جيرس، ووراه البوست سنترال جيرس. البري سنترال جيرس بيفصله من قدامه برضه البري سنترال سالكس. شوف البري سنترال سالكس زي السنترال سالكس، حاجات ايه عموديه من فوق لتحت او من تحت لفوق. الجزء اللي فوق اللي باقي بقى بعد ما من الفرونتال ايه بنقسمه بحاجات ايه هوريزونتال كده ده، سوبيريور فرونتال سالكس وانفيريور فرونتال ايه سالكس، ما فيش ميدل فرونتال سالكس، يبقى هو في سوبيريور وانفيريور بس. سوبيريور وطبعا هيدينا ايه اثنين، هيقسمونا ثلاث مناطق، يبقى سوبيريور فرونتال جيروس، وده بيكون موجود على الميديال سيرفيس وبنسميه الميديال فرونتال ايه جيروس، يبقى السوبيريور ده بيكون موجود على الميديال كمان، وده الميدل فرونتال جيروس، وده الانفيريور فرونتال ايه جيروس. الانفيريور فرونتال جيروس قلنا بيبدا من سالكس عند الـ عند الايه عند الانفيريور بوردر، يعني ده البري سنترال سالكس، ده ناحيه الانفيريور بتاعه كده بيكون الانفيريور فرونتال ايه سالكس. طيب الجزء اللي تحت ده قلنا ده طبعا بيتقسم لكذا حاجه، ده الاوبركولم اللي هو الغطاء، اللي هو بيكون بستيرور بالنسبه للاسندن جريمس او الانتيريور اسندن جريمس، ده الانتيريور. يبقى هنا ده الستيم بتاع اللاترال سالكس اللي هو بادئ من الانفيريور سيرفس، ويجي هنا يدينا ثلاث حاجات، البستيرور بستيرور ريمس، وده الانتيريور هوريزونتال، وده الانتيريور ايه اسندن. الانتيريور اسندن اللي وراه ده الاوبركولم عشان مغطى على الانسولا، والجزء اللي هو موجود ما بين الانتيريور الريموس والانتيريور انتيريور، يبقى الانتيريور الانتيريور اسندنج والانتيريور هوريزونتال بنسميه التراينجولار او الانجولار، وده بنسميه الايه الجزء اللي هو اللي تحت ده بنسميه الايه اوربيتال ايه الاوربيتال بارت. وهو جايب الاسامي بتاعهم ايه وبي وسي، هنلاقي تحت بيقول لك ايه سمبليفايد برزنتيشن اوف ذا سالساي اند جيراي اون ذا سوبيرو لاترال سيرفيس اوف ذا سيريبرال هيمسفير، يبقى سوبيرو لاترال ايه سيرفيس، يبقى سوبيرو لاترال سيرفيس. هو مش سوبيرو، هو ممكن يكون انفيرو برضه يعني شويه، لكن ايه ماشي، هنقول سوبيرو لاترال سيرفيس اوف ذا سيريبرال هيمسفير. ده بارس اوربيتاليز، ده بارس اوربيتاليز او ايه الاوربيتال بارت، بارس اوربيتاليز، وده البارس ترانجولاريز او الانجولاريز، ترانجولاريز عشان بيبقى شكله مثلث كده، او الانجولاريز، وده ايه البارس اوبركولاريز. ده الجزء اللي احنا خدناه. بالنسبه للبرايتال هنلاقي فيه ايه بوست سنترال سالكس، ده راس كده فاصل البوست سنترال جيروس من عن بقيه البرايتال، والبرايتال موجود فيه ايه سالكس وحيد كده بنسميه الانترا برايتال سالكس، وسمينا السالكس الداخل برايتال عشان ما فيش غيره، يعني في حاجات بسيطه كده بس ما بنعتمدهاش، يعني ده انترا برايتال بيفصل السوبرور برايتال لوبيول والانفيرور برايتال ايه لوبيول، وده البرايتال اوكسيبيتال سالكس اللي احنا كنا اتكلمنا عنه. ومن بره بيتحول بحاجه كده بنسميها الايه الاركس برايتو اوكسيبتاليس، اركس برايتو اوكسيبتاليس، يبقى برايتو اوكسيبتال اركس حته بتكون محوطه بيه كده، زي ما هنشوف الايه السنترال ده من جوه برده هيكون موجود محوط به لوبيول اسمها سنترال لوبيول، ده الاركس برايتو ايه اوكسيبتاليس. طيب في حاجه كده بنسميها ترانس اوكسيبتال، ترانس اوكسيبتال يعني مش مهم قوي.
لكن هي بتفصل لي الاركس برايتو اوكسبتالز عن طريق الاي سوبر اوربيتال اي جيروس. يبقى الاركس برايتو اوكسبتالز ده في جزء من الاوكسبيتال وجزء من الايه من البرايتال حوالين البرايتو اوكسبيتال سلكس. قلنا البرايتو اوكسبيتال سلكس بيفصلهم عن الاثنين. طيب ده سوبر اوكسبيتال جيروس، ده اليونيت سلكس. اليونيت سلكس ده بيكون ايه موجود على اللاترال سيرفس اهوت، واللاترال اوكسبيتال سلكس هو ده اللي بيفصل لي السوبر اوكسبيتال جيروس والانفيرور اوكسبيتال جيروس. واليونيت بياخد البول، بيفصل البول. ده الانفيرور اوكسيبيتال جيروس اهوت، وده الانفيرور تمبرال جيروس. الانفيرور تمبرال جيروس عن طريق الانفيرور تمبرال جيروس والميدل تمبرال جيروس والسوبيرور تمبرال جيروس. هنا طبعا الستيم بتاع اللاترال سالكس، هنا البستيرور ريمس بتاع اللاترال سالكس. ده البستيرور ريمس بتاع اللاترال سالكس، هنا بيقول السوبيرور سوبيرور تمبرال سالكس، سوبيرور تمبرال سالكس، وده الانفيرور تمبرال سالكس. معلش في هنا حته تريكي، ان هو الانفيرور تمبرال سالكس ساعات بيقولوا عليه الميدل، لكن هو هما اتنين بس زيه زي الفرنتال، في سوبيريور وانفيريور، لكن الانفيريور ساعات بيقولوا عليه الميدل، ودي حته تريكي برضه بالنسبه لنا. من الحاجات اللي قلنا عليها زي الهيبوكامبال والبرا هيبوكامبال هما حاجه واحده، برضه نفس النظام الانفيريور تمبرال سالكس والميدل تمبرال سالكس هما حاجه واحده، هما اتنين بس، لكن اللي تحت اللي هو الانفيريور ده له اسمين، انفيريور وايه وميدل. طيب نفس ديت ما قلناش حاجه جديده، البوست سنترال جيرس اهوت، وده السنترال سالكس، ده البوست سنترال جيرس، وده الايه سوبرا مارجنال جيرس. ده السوبرا مارجنال هنتكلم عنه، ليه مارجنال؟ لان اللاترال لاترال ريمس ده عميق جدا، فكان الحته دي ايه مارجن على الحافه، انما دي بدا سوبرا مارجنال. والسوبرور برايتال فيور والانترا برايتال سالكس والايه البرايتو اوكسيبيتال سالكس والانجولار جيرس، ده اللي هو بيحوط لي الابر الابر بارت بتاع الايه بتاع السوبيريور تمبرال ريمس، ده الانجولار ايه جيرس. سوبيريور اوكسيبيتال جيرس، ده السوبيريور اوكسيبيتال جيرس، سوبيريور اوكسيبيتال ايه جيرس. يبقى ده السوبيريور اوكسيبيتال ايه جيرس، وده الانفيرور اوكسيبيتال جيرس عن طريق اللاترال ايه سالكس اللي هو موجود لاترال اوكسيبيتال سالكس. البري اوكسيبيتال نوتس، ده البري اوكسيبيتال نوتس اللي بنوصل بيها الخط بتاع البرايت اوكسيبيتال سالكس عشان احدد الايه، وتكون كل الاوكسيبيتال لوب ورا منها، وقدامها بيكون التمبرال او البرايتال، فوق برايتال وتحت الايه التمبرال. هنا الميدل تمبرال سالكس، وهنا شفنا الحته ديت الايه التريكي بقى، هنا الميدل اوكسيبيتال ايه ميدل تمبرال سالكس. طب فين فين الانفيريور؟ هو الانفيريور هو الميدل، يعني شوف هنا من الحاجات يعني ما بنحبهاش في التكست اللي هو الميدل تمبرال، انت لسه من شويه قال عليه اللي هو الانفيريور، قول ان هما الاثنين واحد، لا هو ما قالش ان هما الاثنين واحد، دي مسلمات كده وحاجه مشهوره واضحه عندهم قوي، لدرجه ان هو يقول ايه الميدل تمبرال ايه ميدل تمبرال سالكس. طب فين الانفيريور؟ ما يقولش، هو الانفيريور هو الـ هو الايه الميدل، ده الانفيريور تمبرال سالكس، ده الانفيريور تمبرال ايه سالكس. يعني هو جايب لي كده الانفيرور تمبرال سالكس، لكن حقيقه هم الاثنين حاجه واحده، ما فيش ميدل وما فيش انفيريور، ما فيش ميدل وما فيش انفيريور. ده الرسمه دي تريكي، ده هو الانفيريور هو الايه هو الميدل، ما فيش انفيرور تمبرال ايه سالكس. يبقى هو ده عندنا سوبيرور تمبرال جيرس فوق السوبيرور تمبرال سالكس، والميدل تمبرال جيرس ما بين الميدل تمبرال والانفيريور. طب الميدل تمبرال والانفيريور ده حاجه واحده بالنسبه لنا، مش زي هو جايب هنا الانفيرور تمبرال ايه سالكس. ميدل تمبرال جيرس ده الموجود كده في الايه في النص، ده الميدل تمبرال، تحت منه الانفيرور وفوق منه الايه السوبيريور. و يعني لو قلنا الصوره ديت فالانفيرور تمبرال سالكس بيكون حاجه بسيطه كده، لكن ده طبعا لا يعتد به. زي ما قلنا الميدل هو الايه الانفيرور هو تو سالكس بس. يعني سيبرور تمبرال سيبرور تمبرال سالكس، يبقى ده سيبرور تمبرال سالكس، وده سيبرور تمبرال جيرس، اللاترال سالكس اهوت بالحاجات الايه الاوربيتال الاوربيتال سيرفيس، وده التمبرال بول، واللاترال سالكس ده اللي احنا قلنا عليه. ده المناطق الثلاثه اللي موجوده في الانفيرور برايتال بيول. ده طبعا البري سنترال جيرس، ده البري سنترال جيرس، هنا البري سنترال سالكس، هنا السيبرور تمبرال سالكس، وهنا سوبيريور فرونتال جيرس، هنا الميدل فرونتال جيرس، هنا الانفيرور فرونتال سالكس، ده الفرونتال بول، ده الانفيرور فرونتال جيرس. الانفيرور فرونتال جيرس البار سترانجولاريس، البار سترانجولاريس، بار سترانجولاريس، بارس اوبركولاريس، وده البارس اوربيتاليس اللي هو الانفيرور ده. وطبعا جايب لي برضو عشان يميز الاوكسيبيتال لوب من التمبرال لوب من البرايتال لوب من الفرونتال، لكن
خلاص الفكرة دي اعتقد بقت ايه واضحة بالنسبة لنا. الرسمة دي ما بينتش جديد، ده السنترال سالكس، ده البوست سنترال سالكس، ده البرايتو اوكسيبيتال، ده الابر اند بتاع البرايتو اوكسيبيتال اللي بنوصله بالبري اوكسيبيتال نوتش ديت عشان اعمل ميجر لاين، افصل الاوكسيبيتال من التمبرال من الايه البرايتال. فيرو تمبرال سالكس، بوستيرور ريموس بتاع اللاترال فيشر، ده البوستيرور ريموس بتاعنا اهوت، وده الانتيرور هوريزونتال، وده الانتيرور اسندنج، وهنا السلسال بتاع اللاترال سيرفيس بتاع الهيمسفير الفيرو فرونتال سالكس، ده الفيرو فرونتال سالكس، والبري سنترال، ده البري سنترال، وده السوبيرو فرونتال سالكس، وهنا زي ما قلنا هذا السوبيريور تمبورال سالكس والانفيرور تمبورال سالكس او الميدل، هو الانفيرور او الميدل زي ما هو جايب كده. وفي كل الحاجات الحته اللي هو فرق بينها بين الميدل والانفيرور ده حته تريكي ما بنعتدش بيها اصلا، هو برضه زي ما هو باين هنا جايب الجيرو راي سوبيريور فرونتال جيروس، ميدل فرونتال جيروس، والانفيريور فرونتال جيروس، وبتقسمه لثلاث حاجات اوربيتال بارت وتراينجولار بارت او الانجولار والاوبيركولار بارت. ده البري سنترال جيروس، وده البري ده البري سنترال جيروس، وده ده البوست، ده برضو غلطه في الكتابه، ده البري سنترال جيروس وده البوست سنترال جيروس. سوبيريور برايتال لوبيول، انفيريور برايتال لوبيول، هنا اللي هو ايه سوبر مارجنال، قلنا مارجنال ليه لان ده عميق فكانها على الحافة سميناها ايه سوبرا مارجنال، وده الايه الانجولار يبقى ده حوالين الابر الابر اند بتاع الايه او الابر والبستور اند بتاع البستور ريمس بتاع اللاترال سالكس، وده حوالين الابر اند بتاع الايه سوبرور تمبرال سالكس. طيب يبقى سوبرا مارجنال جيروس وانجولار جيروس اللي احنا قلنا عليهم اللي موجودين في الانفرا برايتال لوبيول، انفرا برايتال لوبيول وانفرا انفيريور برايتال لوبيول وانفيريور تيم فرونتال لوبيول مهمين قوي زي ما احنا شايفين كده، لان هم ايه مسؤولين او جامد عن موضوع السبيتش فاهم الكلام، دي مسؤوله عن موضوع ايه فاهم الكلام، وده مسؤول عن الموتور، يبقى ده الموتور، ده الموتور اريا بتاع السبيتش، وده الحاجات اللي بنفهم بيها الايه المعاني، وهنا السنسور اريا في التمبرال سنسور اريا بتاع السبيتش. يعني الاوربيتال جيراي الاتش ده شيبد اوربيتال سلساي، فالاوربيتال سيرفيس بنلاقي الاولفاكتوري سلقس اهو، ده الاولفاكتوري سلقس، و جيروس ريكتس بيكون ميديال عشان كده قلنا ده بيكون موجود على اللاترال سيرفيس بتاع الايه الكريبري فورم بليت بتاع السمويد، ادي الاولفاكتوري تراكت كان هنا الاولفاكتوري بالب، وده الفيشر ده بيكون انتيرور بوستيرور ولاترال وايه وميديال. البرايتال لوب، البرايتال لوب بقى بنتكلم عنه اللي هو البست سنترال سالكس، طبعا ده بيكون موجود بارلل بالنسبه للسنترال سالكس تقريبا برضو عرض صباع واحد، ممكن ان هو بيتقسم للايه الابر اند لور بورت، ممكن ان هو البست سنترال ده بيتقسم لايه الاثنين، جزء فوق ممكن يتقسم لايه الجزء فوق وجزء إيه تحت يعني، لكن مش فارق طبعا ما بيفرقش معانا في حاجه. الانترا برايتال سالكس، الانترا برايتال سالكس ده لان هو الوحيد بسميه انترا برايتال بس كده، ده بيقسم ده بيكون موجود ورا البوست سنترال سالكس لكن بيكون هوريزونتال ويمشي باكورد نير ليبرال تو الابر بوردر توارد الاوكسيبيتال بول. الجاي راي طبعا هتكون البوست سنترال جيروس، ده هتكون ما بين السنترال والاي والبوست سنترال سالكس، والريمينينج بارت ده هتقسم عن طريق الانترا برايتال سالكس لسمولر سوبيريور برايتال لوبيول وللصغير الكبير اللي هو الانفيرور برايتال لوبيول، والانفيرور برايتال لوبيول ده البستيرور اند بتاع ايه الانفيرور برايتال لوبيول، الانفيرور برايتال لوبيول ده بستيرور اند اوف ذا ايه اوف ذا بستيرور ريموس اوف ذا لاترال سالكس اند سوبيريور تمبرال سالكس ار كابد باي تو جيراي الانفيرور برايتال لوبيول، يبقى الانفيرور برايتال لوبيول ده بيخش فيه كذا ايه كذا سالكس، يبقى البستيرور البستيرور اند بتاع البستيرور ريموس في لاترال سالكس والسوبيريور تمبرال ايه سالكس، يبقى عنده اثنين بستيرور اند النهايات بتاع الايه السوبيريور تمبرال سالكس واللاترال ايه واللاترال سالكس، هو ايه بيكون كابد كده محوطين بحاجتين اللي بنسميه سوبرا مارجنال، سوبرا مارجنال ده اللي هو بيحوط البستيرور اند بتاع البستيرور ريموس بتاع اللاترال سالكس ذا موست كونفكس، ده الموست كونفكس بارت بتاع اللاترال سيرفس بتاع البرين، والانجولار جيروس الانجولار اللي هيحوط الايه الابتر ترنت بستيرور اند بتاع السبرور تمبرال سالكس. التمبرال لوب طبعا عندنا الايه السبرور تمبرال سالكس ده بيبدا ناحيه الايه التمبرال بول كده، بيروح بيبدا عند التمبرال بول وبيمشي ايه بيمشي باكورد اند بيمشي باكورد بارلل ايه للبستيرور ريمس بتاع اللاترال الفيشر، تقريبا برضه عرض
الصباع واحد، والبترول اند بتاعه بيتحق بيترند اب، وايه ترند اب ده حته مهمه، وبيروح في الايه وبيقطع لي في الايه في البرايتال لوب زي ما قال ايه كتب كاتنج انتو ذا برايتال لوب سراوندد باي انجولار جيروس، ويعمل لنا الانجولار ايه جيروس زي ما اتكلمنا دلوقتي. وهنا الانفيرور تمبرال سالكس، الانفيرور تمبرال سالكس بالنسبه لنا اتس ايه انتربتد سالكس، هيمشي برضو ايه برضو الانفيرور ده انتربتد، عامل زي الايه البوست سنترال كده انتربتد السوبرور، بيمشي الايه السوبرور تمبرال سالكس اباوت برضو فينجر بريس تحت منه. خد بالك ان هو انفيرور، ما فيش ايه ما فيش ميدل اللي هو كان جابه، هو في سوبرور وفي انفيرور، ما فيش ايه ما فيش ميدل، الميدل اللي هو الايه الانفيرور. طب الجيراي سوبرور تمبرال جيرس، يبقى الجيراي سيبرور تمبرال ايه جيروس، ده السيبرور هيكون ايه بتوين البوستيرور ريموس بتاع اللاترال فيشر والايه سيبرور تمبرال سالكس، والميدل تمبرال هيكون ما بين السيبرور والايه والانفيريور سالساي، والانفيريور ده بيسميه اللاترال اوكسيبيتو تمبرال جيروس، يبقى لاترال اوكسيبيتو تمبرال، لاترال اوكسيبيتو تمبرال. طب وفي ميديال اوكسيبيتو تمبرال، اه ميديال بس ده هنشوفه الايه مع الانفيريور سيرفيس، يبقى لاترال اوكسيبيتو تمبرال لايز ايه بلو ذا انفيريور تمبرال ايه سالكس. طيب وهنشوف الايه الميديا الاوكسيبيتو تمبرال هيكون ما بين الايه الكولاترال سالكس وما بين الانفيرور تمبرال وبين الانفيرور تمبرال ايه سالكس، هنشوفه لما نيجي على الايه على الميديال سيرفيس. واحنا بناخد الانفيرور سيرفيس مع الميديال سيرفيس عشان هو اصلا مايل كده ناحيه الايه الميديال. الاوكسيبيتال لوب ده بنقول الجزء الاساسي بتاع الاوكسيبيتال لوب ده بيكون موجود ميديال، يبقى المين بارت بتاعه بيكون موجود على الايه على الميديال سيرفيس. فالاوكسيبيتال لوب من جوه بيبقى كبير قوي ومن بره بيبقى ايه بيبقى صغير، اللي هو اللاترال سيرفيس بتاعه. اللاترال اوكسيبيتال سالكس، في اللاترال اوكسيبيتال سالكس ده هوريزونتال كده، اللاترال بيكون ايه ده هوريزونتال، يبقى ده وبرده يعني ها واليونيت سالكس، يبقى اللاترال اوكسيبيتال سالكس واليونيت سالكس ده اليونيت ده زي القمر او هلالي بيسموه من الكيرف السالكس، هيكون عندنا بعد شويه هيكون عندنا حاجات كيرف كتير. ده الكيرف السالكس سيتويتد شورت ديستانس ان فرونت اوف ذا اوكسيبيتال بول، ده عند الاوكسيبيتال بول. الجيراي بقى سوبر عند الانفيرور اوكسيبيتال جيراي، ده واحد سوبر بالنسبه للاترال اوكسيبيتال سالكس، واحد والانفيرور انفيرور بالنسبه للاترال اوكسيبيتال سالكس. والاركس برايت اوكسيبيتالز از كيرف جيروس، ده برده نفس النظام ده كيرف دهوت حاجات الكيرف ده اليونيت سالكس، ده كان كيرف سالكس انما ده كيرفد ايه كيرفد جيروس. و وش راوند ذا ايه ترمينيشن اوف برايتو اوكسيبيتال ايه سالكس، بيحوط لي الترمينيشن بتاع الاوريتو اوكسيبيتال سالكس زي ما زي ما البارا سنترال لوبيول بيحوط لي الترمينيشن بتاع الايه بتاع السنترال سالكس على الميديال سيرفيس، انما ده اركس برايتو اركس برايتو اوكسيبيتال بيحوط لي الترمينيشن بتاع الايه بيحوط لي الترمينيشن بتاع البرايتو اوكسيبيتال سالكس على اللاترال سيرفيس. الانسولا، الانسولا ده الجزيره بنقول ايه لارج، بتكون كبيره لارج سبمرجد بارت بتاع السيريبرال كورتكس، خد بالك ان هي لارج ممكن احنا ايه مش شايفينها فمش معناها ابدا ان هي صغيره، بتكون لارج سبمرجد بارت بتاع السيربرال كورتكس ويتش بيرد، بتكون مدفونه ان ذا باتم بتاع اللاترال فيشر بتاع اللاترال سيرف بتاع الهيمسفير، يبقى في الايه اللاترال فيشر يبقى بتكون مدفونه تحت الايه تحت اللاترال فيشر، فلازم نفتح الايه اللاترال فيشر عشان ايه علشان نشوفها. بيقول هي كونيكال ان شيب، بتكون مخروطيه الايه الشكل، لها طبعا ايه بيز وايبكس، الايبكس بيكون تحت ناحيه الستيم بتاع اللاترال فيشر، والبيز بتكون ايه فوق سوبيريور وبستيريور. البيز از سراوندد باي سيركولار سالكس، يبقى البيز هتكون متحوطه بالسنترال ايه سالكس، لو جينا رجعنا لها نرجع لها اهوت. طيب وبعد كده هو بيتقسم الى ايه انتو تو لونج جيراي، يبقى اتس سب ديفايدد انتو لونج جيراي بيهايند اند نمبر اوف سمول شورت، يبقى اتنين لونج قدام اتنين لونج ورا وصغيرين كتير ايه من ورا يعني. طيب هنا لو لو جينا طلعنا للرسمه بتاعته عشان نبين الايه هو ده
يبقى ده الجزء اللي محوط ده بيسميه الايه سيركولار، سيركولار سالكس اللي محوط بالانسولا كلها، وفي فيشر كده هيوصلها لجزء انتيريور وجزء بوستيريور انسولار فيشر، والجزء البوستيريور هيكون له ايه اتنين لونجيتودنال جيرايد طوال كده، لكن الجزء الانتيريور هيكون ايه متحوط بايه بكل الحاجات دي. طبعا ده البيس بتاعتها اللي هي اللي فوق، والستيم اللي بتاعتها اللي بتكون تحت موجوده عند الستيم او الايبكس بتكون موجوده عند الستيم بتاع اللاترال ايه اللاترال فيشر. زي ما احنا شايفين هي جزء كبير قوي بس ايه بس متداري يعني. نرجع تاني لل احنا كنا بنتكلم فيه، احنا كنا بنتكلم على الايه على الانسولا. يبقى قلنا بتقسم لاثنين لونج ورا، اثنين لونج بيكونوا ايه بيكونوا بستيريور، وكذا واحد بيكون ايه بيكون بالنسبه لنا انتيريور نمبر، وسمول ده بيكون ايه ان فرونت. اتس سيرفيس از كروس باي ميدل سيربرال ارتري، بيعدي عليها الميدل سيربرال ارتري، ودي حاجه مهمه جدا. الميدل سيربرال ارتري في المسار بتاعه يعني او الباس واي. ذا بارت اوف ذا كورتكس ويتش اوفرلاب ذا انسولا، البارت بتاع الكورتكس بقى اللي هي بتغطي الانسولا ار تيرمد اوبركولا، بنسميها اوبركولا زي الجزء اللي احنا كنا خدناه بارس اوبركولاريز اللي هو كان في الايه في الانفيرور انفيريور فرونتال لوبيول. زي ار زي ار ذا لبس اوف ذا بوستيريور ريمس اوف ذا لاترال لاترال سالكس، يبقى هي دي اللبس الشفاف بتاع اللاترال سالكس اللي لما بنشيلها يبان. يبقى الاوبركولا انكلود بارتس فروم ذا فرونتال والبرايتال والاي والتمبرال. سالساي اند جيراين اوف ذا انفيرور سيرفيس، الانفيرور سيرفيس بقى بنقول والله الانفيرور سيرفيس عندنا الانتيرور سيرد ده الانتيرور سيرد، وعندنا الايه البوستيرور تو سيرد. الانتيرور سيرد ده بيكون صغير شويه، الانتيرور سيرف اوف ذا انفيرور سيرفيس ريست اون ذا اوربيتال على الاوربيت موجود في الاوربت اللي هو العين، وبنسميه الاوربتال سيرفيس. ريبريزنت الانفيرور سيرفيس بتاع الفرونتال لوب ذا اوربتال سيرفيس فيز داون اند ايه اند لاترال، بيكون بيبص ايه داونورد اند ايه اند لاترال. خد بالك عشان هيبقى اللي بعد منه العكس داونورد اند لاترال. البوستيرور تو سيرد بقى ده البوستيرور تو سيرد طبعا ده الاكبر هيكون ايه موجودين ايه ده it is called tentorial surface as it is partly rests on the upper surface of the tentorial cerebelli. يبقى هو مش كله على tentorial cerebelli لكن بنقول عليه tentorial surface تجاوزا يعني. بيمثل الايه الانفيرور سيرفيس بتاع التمبرال والاوكسيبيتال لوب. the tentorial surface فيز داونورد اند ميديال، معلش كلمه ميديال دي موجوده بعد شويه هنجيبها، لكن هو بيكون داونورد اند ميديال زي ما ده كان داونورد اند لاترال. يبقى من قدام باصص لبره ومن ورا باصص لايه باصص لجوه. طيب داونورد اند ميديالي هناخد بس الـ بعد الرسومات ديت هنكمل الحته ديت. ميديالي هو تبقى داونورد اند ميديالي ذاتس واي ات از ديسكرايبد وذ ميديال سيرفيس اوف ذا هيمسفير، عشان كده احنا بناخده بنوصفه مع الايه مع الميديال سيرفيس عشان هو بص ميديالي فبناخده مع الايه مع الميديال سيرفيس. قبل ما ناخد السلساي اند جيراي بتاع الاوربيتال سيرفيس هنطلع الايه ناخد الرسومات اللي احنا عديناها ديت. كده خلاص يبقى ده اول رسمه، والرسمه فاتتنا ما فيهاش جديد زي ما احنا شايفين كده. ادي البري سنترال جايروس وده بوست سنترال جايروس وده السنترال سالكس موجود في النص بيفصل الفرونتال قدام عن الايه عن البرايتال ورا. البوست سنترال سالكس اهوت ده في ده البوست سنترال جايروس اللي هو السنسوري، ده الفيرولكس اريا موجوده في الايه ده الانترا برايتال سالكس، ده السوبريور برايتال جايروس، ده الفيرول برايتال جايروس اللي بنسميها الايه الفيرولكس اريا، فيرول برايتال جايروس، البرايتو اوكسيبيتال سالكس اهوت ده الاركس اللي محوط حواليه، ده اللاترال اوكسيبيتال ايه كورتكس، بري اوكسيبيتال نوتش موجوده اهوت، التيرور سيربيلاي اللي هي الايه الفصلانه الانفيريور سيرفيس وفصلها بين السيربيلم والسيريبرم، ده الهوريزونتال فيشر بتاع السيربيلم، ده المدلة اوبلنجاتا، الانفيريور تمبرال جايروس، الميدل تمبرال جايروس، السوبيريور تمبرال جايروس، ده اللاترال الفيشر اللي موجود جوه الايه الانسولا، ده الاوربيتال جايروس، ده الاوربيتال جايروس، ده الانفيريور فرونتال جايروس، وده الميدل فرونتال جايروس والسوبيريور فرونتال جايروس، وده البري سنترال جايروس. طبعا زي ما قلنا ما فيش جديد بالنسبه للحاجات ديت. سيربيلم بقى نفس الحاجات ديت يعني برضو ما فيش اي جديد يعني، مش شايف في داعي ان احنا نضيع وقت. يبقى سوبرا مارجنال جايروس والانجولار جايروس ده بنسميه الفيروبرايتال لوبيول وبنقول عليهم هما الاثنين الفيرنكس اريا، البرايت اوكسيبيتال سالكس اهوت، وده الكالكراين سالكس لكن هو
الكلكلاري سالكس بيكون باين من الميديال سيرفس اكتر، ده الاكسيبيتال البول، ده اليونيت سالكس، ده اليونيت سالكس اللي هو الاي الكونستانت مش واصل، بيفصل البول عن بقيه الحاجات الثانيه. ترانسفيرس اوكسيبيتال سالكس ده البري اوكسيبيتال نوتش، البري اوكسيبيتال نوتش اللي هو بيفصل الاوكسيبيتال عن التمبرال قدام وبنوصل بيه الخط الوهمي اللي احنا قلنا عليه. فيرور تمبرال جيرس انفيرور تمبرال سالكس، ده الفيرور تمبرال جيرس انفيرور تمبرال سالكس، وده السوبيرور تمبرال سالكس، وقلنا الميدل هو الانفيريور الميدل تمبرال جيرس، مش هتلاقي الميدل تمبرال سالكس خالص لان هو الانفيريور، الرسمه اللي جابت انفيريور وميدل ده كانت خطا. سوبيرور تمبرال سالكس، سوبيرور تمبرال اي سالكس، وسوبيرور تمبرال جيرس، سوبيرور تمبرال اي جيرس. تمبرال بول، تمبرال بول هو بقى عشان بس ما نقولش انه خطا، الانفيرور والتمبرال هم حاجه واحده، لكن لو هنفصل فايه الانفيرور بيكون واحد صغير قوي كده تحت الايه الميدل، بس غالبا ما بنعتدش بيهم، اغلبيه التيكتس ما بتكتبوش وما بنعتدش بيه لدرجه ان احنا بنقول ان الميدل والانفيريور حاجه ايه واحده. البستيرور ريموس بتاع اللاترال سالكس بتاع السيلفياس، الاسندرنج ريموس ده الاسندرنج ريموس، ده البستيرور ريموس ده الاسندرنج، ده الايه الانتيريور او الهوريزونتال، ده المناطق بقى الحاجات اللي هو الاوربيتال، وده الايه الانجولار او التراينجولار، وده الايه الاوبيركولار، ده الاوربيتال بارت بتاع الانفيريور فرونتال جيرس، ده تراينجولار بارت زي ما قلنا، ده الاوبيركولار بارت عشان ايه خطأ بالنسبه للايه للانسولا. الانفيريور فرونتال جيرس المنطقه ديت، سوبيريور فرونتال سالكس، سوبيريور فرونتال سالكس، الفيرو فرونتال سالكس اللي هو ده الفيرو فرونتال سالكس، الميدل فرونتال جيرس، الميدل فرونتال جيرس، وده السوبيرو فرونتال جيرس بيكون موجود هنا، ده البري سنترال سالكس والاي البوست سنترال اي جيرس، ده البري سنترال جيرس والبري سنترال اي سالكس. زي ما قلنا ما فيش جديد في الايه في الصوره ديت، كذلك برضو نفس الصوره ديت، ده اللاترال سالكس او اللاترال اوكسيبيتال سالكس، ما فيش جديد يعني. برضو الحاجات اللي فيها التفصيل سوبر مارجنال جيرس والانجولار جيرس، والحتت اللي هي في ايه الانتيريور انتيريور هوريزونتال او انتيريور هوريزونتال وانتيريور اسندنج اللي هي الفروع بتاع الايه اللاترال سالكس. برضه نفس النظام الميدل تمبرال جيرس اهوت، قال عليه هنا ان هو ميدل تمبرال، وقبل كده قال عليه ان هو الانفيريور، فالميدل هو الانفيريور يا جماعه، علشان دي حته تريكي جامد، وايه والكل بيتلخبط فيها ويبقى يقعد يشد في شعره هو في ده الانفيريور فين الميدل. ده البرايت اوكسيبيتال سالكس او انسجن، القطع بتاعه اللي هو في الابر بوردر الانسجن، ده الانتربت، ده بالنسبه لنا انتربرايتال، انتربرايتال سالكس، الانتربرايتال هنا ده سالكس ليونيتس او الافنسبل، ده الافنسبل، ده الافنسبل، افنسبل لا الافنسبل، افنسبل ده بيسموه الايب سالكس، افنسبلت 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 ده بيسموه الافنسبلت، بس كتبت الحاجات ديت عشان بس ايه اعرفكم ايه الافنسبلت ديت. الافنسبلت ديت اللي هو النسبه، كلمه افنسبلت معناها ايه تتعلق بالقرود يعني، سالكس اوكسيبيتالس ليونيتس، لكن هو سالكس ليونيتس لكن موجود اكتر في القرود بشكل اوضح، مور سيمبلي زي اليونيت ايه سالكس يعني. مش حاجه، ده الجزئيه دي اخذناها. السلساي والجيران بتاع الاوربيتال سيرفيس عندنا، والله الايه الاولفاكتوري سالكس، عندنا الاولفاكتوري سالكس ده مهم قوي، يبقى سلساي وجراي بالنسبه للاوربيتال سيرفيس، عندنا الاولفاكتوري ايه الاولفاكتوري سالكس اتس ستريت، ده الاولفاكتوري هناخد اهو، يبقى هنا بنقول ايه الاولفاكتوري سالكس اتس ستريت ديب سالكس نير ذا ميديال بوردر اند نيرلي بارلل تو ات ذا اولفاكتوري تراكت، ده الفاكتوري تراكت ويز اولفاكتوري بالب اند اتس انتيريور اند لاي ان ذس اي سالكس، يبقى ده الاولفاكتوري سالكس هيكون فيه الاولفاكتوري بالب والاولفاكتوري اي تراكت موجودين ايه فيه، وستريت جيرس او الجيرس ريكتر بيكون ميديال بالنسبه له، والريمينين بارك بتاع الاوربيتال سيرفيس ده بنقسمه قلنا بالايه انتيريور بستيريور وميديال ولاترال جيراي عن طريق الاتش شيب اوربيتال سالساي، ده اللونجيتيودنال الفيشر هو ده الراكتر جيرس ريكتس، ده الاولفاكتوري فاكتوري بول، ده الفاكتوري فاكتوري اوربيتال جيراي، ده الاتش شيب اهو، ده انتيريور بوستيريور وده الميديال وده الايه وده اللاترال. هنا ده الانفيريور سيرفيس اللي هو الاوربيتال، الجزء الاوربيتال ده الجزء اللي هو الايه التنتوريال، شوف كبير ازاي، ده التنتوريال كبير قوي كده، وده تلتين وده ايه تلت واحد. عند التنتوريال سيرفيس يعني هو كومبليكيتد شويه عن ده، ده
بسيط. طبعا ده الميد برين، ده الاوكسيبيتو تمبرال جيراي او الفيوزيفورم، ده الاوكسيبيتو تمبرال او بنسميه ايه، ده الفيوزيفورم، الاوكسيبيتو تمبرال جيراي الفيوزيفورم. ده الباراهيبوكامبال، ده الباراهيبوكامبال او بنسميه الهيبوكامبال، كاتب انا كاتب لكم كده اللي هو ايه الهيبوكامبال عشان بس ما نتلخبطش فيه. يبقى الهيبو اسف ده الهيبوكامبال سالكس اللي هو ده. طيب الباراهيبوكامبال هو الايه، هو الهيبوكامبال. ولينجوال جيرس، ده اللينجوال جيرس ده بيكون كده في الاول بيكون لينجوال وبعد كده بيكون الباراهيبوكامبال جيرس. يبقى الباراهيبوكامبال جيرس في الاول بيكون ايه، لينجوال، يبقى اللسان بيكمل بعد كده الباراهيبوكامبال جيرس. الفيوزيفورم هو ده، كل ده الفيوزيفورم واحد بس. يبقى احنا دلوقتي عندنا الايه، السلقس اللي موجودين، الاوكسيبيتو تمبرال سلقس، اوكسيبيتو تمبرال سلقس والكولاترال سلقس. يبقى ده الكولاترال سلقس وده الاوكسيبيتو تمبرال. اللي ما بين الاوكسيبيتو تمبرال والكولاترال سلقس ده واحد بس بنسميه الايه، بنسميه الفيوزيفورم او الميديال اوكسيبيتو تمبرال. فاكرين لما كنا بنقول على الايه، على الانفيرور تمبرال كنا بنقول عليه اللاترال اوكسيبيتو تمبرال، ده الفيوزيفورم ده بنقول عليه الميديال اوكسيبيتو ايه تمبرال. لان بعد كده المفروض هنا كده هيكون موجود الايه، الانفيرور، الانفيرور تمبرال سلقس. يبقى الفيوزيفورم او الميديو اوكسيبيتو تمبرال ده ما بين، زي ما قلنا ما بين الاوكسيبيتو تمبرال، اوكسيبيتو تمبرال بين الاوكسيبيتال والتمبرال لوب، والاوكسيبيتال بستيرور كده والتمبرال بيكون انتيرور. فده اوكسيبيتو تمبرال لانه واصل من البول للبول، ما بين التمبرال بول والاوكسيبيتال بول، فبنسميه الاوكسيبيتو تمبرال. وده الكولاترال سلقس اهو، ده الكولاترال سلقس. الميديال بالنسبه له بيكون الهيبوكامبال جيرس انتيرور، وبستيرور بيكون الايه، اللينجوال. طبعا الحاجات ديت هنجيبها دلوقتي كلها. سالساي اند جيراي اون ذا ان ذا ميديال اند تنتوريال سيرفيس، بنقول ان الميديال ساجيتال سكشن بتاع البرين، في الميديال ساجيتال سكشن ذا ميديال سيرفيس اوف سيريبرال هيمسفير از ماركت باي بريزنس اوف ذا ايه، سكشن جريت وايت كوميشر تيرم كورباس كالوزم. يبقى جريت وايت كوميشر، يبقى جريت وايت كوميشر يعني بيوصل اليمين بالايه، بالشمال. يبقى الميديال سيرفيس بنعرفه دايما بالكورباس كالوزم. الكورباس كالوزم ده بيكون من اربع اجزاء، من قدام لورا البيونتد انتيرور اند بنسميها روستروم، روستروم يعني منقار، ده الجزء الايه بيونتد مدبب كده ونشوفه. والانتيرور بيند والثانيه قدام بنسميها الجينو، محنيه كده لقدام. ولونجيت الترانك، ترانك طويل كده بنسميه البودي. اند راوندد بوستيرور اند بنسميه الايه، السبلينيوم. السبلينيوم ده زي السبلين كده، يعني ايه، هو طحالي الشكل. فبيكون ده الجينو، الجينو والبيونتد ده الروستروم، ده الروستروم ده المنقار. وبعد كده البودي وده الجزء الأكبر، ده الجزء الأكبر طبعا. ودي الأجزاء اللي هو الفور بارتس بتاعته. سلساي عندنا اول حاجه الكالوزال والهيبوكامبال، والهيبوكامبال ايه سلساي. يبقى الكالوزال والهيبوكامبال سلساي، الكالوزال ده هيكون محاط بالايه، الكورباس كالوزم. يبقى الكالوزال سلكس بيجن بلوزا روستروم، هيبدا تحت الروستروم بتاع الكورباس كالوزم، فورم ان ارش، يعمل لنا ارش فوق منه اوفر اس جلو على الجلو وعلى البودي، اند فاينلي بيند اراوند سبلينيوم، وهيتحنى حوالين السبلينيوم، اند بيكام كونتينوس ويز ايه، هيبوكامبال سلكس، ويكمل على الهيبوكامبال سلكس انتوتوريال سيرفيس. يبقى الهيبوكامبال، الهيبوكامبال ده هو الكونترويشن بتاع الايه، بتاع الكالوزال هيبوكامبال او هيبوكامبال ايه سلكس او ماشي. يبقى ده الهيبوكامبال ايه سلكس او البرا هيبوكامبال مش فارق. طب الهيبوكامبال سلكس ده الكونترويشن بتاع الكوباس كالوزال، بتاع الكالوزال ايه سلكس على التنتوريال سيرفس، على التنتوريال سيرفس. يبقى هو شالو جروف باسنج فورورد، بيمشي فورورد فروم سبلينيوم، السبلينيوم بيكون بستيرور بالنسبه له، تو اند ايه بيهايند، تو اند ان ذا بند، في الثانيه اللي هو بتوين الانكس اند باراهيبوكامبال جيرس. يبقى في البند اللي هما بتوين الانكس اند باراهيبوكامبال جيرس بينتهي منها، في ينتهي فيها الايه، الهيبوكامبال سلكس. يبقى ما بين الايه الانكس والباراهيبوكامبال ايه جيرس، هنشوفها دلوقتي على الايه، على الرسومات. طيب سنجلت جيرس ده فوق ايه بقى، يبقى بيجن بلو روستروم، بيبدا تحت الايه الروستروم، تحت طبعا في الاول يبقى تحت الروستروم، اند بس upward and backward following the curvature of the corpus callosum about finger breadth from callosal sulcus. يبقى singulate sulcus بيكون فوق الايه، فوق الكالوزال ايه، بيكون فوق الكالوزال ايه، الكالوزال sulcus اهوت السنجولار، سنجولار سنجوليت او بنسميه السنجولار، بيكون فوق الايه، فوق الكالوزال
فهنديله لون كده وليكن الازرق. طيب يبقى بنقول ليتل بيهايند، يبقى هو بياخد عرض ما بينه وبين الكلوزر سنت، بين الكلوزر تقريبا عرض سنتي واحد. بيقول ليتل بيهايند بعد شويه ايه، بيهايند ذا داون تيرند ابر اند اوف سنترال سيركس. قلنا السنترال سيركس بيكون داخل شويه حته بسيطه كده، الداون تيرن بيتحل تحت السنترال سيركس المفروض كان ماشي بره ويخش جوه على الميدل سيرفس ويتحل تحت، اللي هو داون تيرند ابر اند اوف سنترال سيركس. اتس اند باي ديفايدنج تو تو برينس، انقسم تو برانش اللي هو المارجنال، ممكن المارجنال ده على الحافه، يبقى هيكون بيكون واضح جدا بصراحه من الحاجات الواضحه قوي. ويتش تيرن ابورد، هيمشي ابورد اند كات ذا ابر بوردر بتاع الهيمسفير، يطلع الابر بوردر جاست بيهايند ابر اند اوف ذا سنترال سيركس. جاست بيهايند، خد بالك ان هو جاست بيهايند ديت عشان هنشوفها دلوقتي، مهمه اول حاجه هنفهمها في الايه في الشكل يعني. وسبرايتال او او اي او او سوبرا سبلينيال، سبرايتال او سوبرا سبلينيال طبعا ليه سبرايتال، يبقى سبرايتال اللي هو تحت البرايتال او سوبرا سبلينيال اللي هو فوق السبلينيال. وش كونتينوس ان ذا ايه ان ذا مين دايركشن، بيكمل مين دايركشن بتاع سنجولت جيروس تو اند ليتل بيهايند سبلينيوم، عشان ينتهي ايه تحت السبلينيوم بحاجات ايه بسيطه. هنزل بس اشوف الايه الحاجات ديت في الرسومات اهوت. يبقى ده الكورباس كالوزم، ده الروستروم بتاعه، ده الجينو، ده البودي، ده السبلينيوم اللي فوق منه على طول، ده الكالوزال سالكس، وبعد كده بيكون لي الايه الهيبوكامبال سالكس. هنا طبعا الحاجات الاستراكشر ديت المفروض ما تكونش موجوده يعني، بيمشي كده لحد ما ينتهي عند المنطقه ده الانكس، ده الانكس وده ايه والتمبرال لوب، ده الانكس اهوت. يبقى ايه نهايته هنا كده، يبقى ده الكالوزال، ده الكالوزال، وبعد كده الهيبو ايه الهيبو كامبل. وهنا بقى الايه سنجولار، سنجولار ايه سالكس او سنجوليت سالكس، ده يبقى سنجوليت ايه سالكس، ده ما بينه وما بين الكلوزال والفينكر بريتس، في الاول بيكون تحت منه اهوت وبعد كده بيطلع ايه فوق منه. ويجي هنا شوف ده السنترال، ده السنترال سالكس اهوت، عند نهايه السنترال سالكس يعني، ده السنترال سالكس طلع من فوق اهوت ونزل لتحت شويه كده وخلص، هنا بدل الايه المارجنال بيكمل للسنجلت، بيكمل هنا المارجنال يطلع لفوق، وده المارجنال ده عميق قوي وباين جدا، وواحد كده ما بيكونش باين قوي. هنا طبعا تحت الايه البرايتال، ده البرايتال فنسميه سب برايتال، او هو بيكون فوق سبلينيوم بنسميه الايه او سوبرا سبلينيوم او ايه او سب برايتال، ده اللي هو سوبرا سب برايتال او سوبرا سبلينيال ايه سالكس اللي هو ده، ده الهيبوكامبال كوميشر ده نتكلم عنه بعد كده. ده الكالكراين بقى، هنشوف الكالكراين، ده البرايت اوكسيبيتال اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، برايت اوكسيبيتال وبيعدي كده على اللاترال سايد او اللاترال سيرفيس، ده الكالكراين، ده نفسه الكالكراين، ده بيسموه البوست كالكراين، او تقدر تقول ده البري كالكراين والبوست كالكراين. ده الايه الموجود ما بينهم، المحجوز ما بينهم ده الكونس، وده عشان كده بيسموه ده الايه البري كونس. ده الاوكسيبيتال البول، ده اللينجوال جيرس، ده اللي هو تحت تحت الكالكراين، وبيكمل بعد كده ايه موصول بالايه بالهيبوكامبال، والهيبوكامبال زي ما احنا شايفين كده موصول بالايه بالسنجولم، لان هم دول اللي بيسموه كانوا بيسمونا زمان الليمبك سيستم اللي هو الجهاز المعكوف، وبطلنا نقول عليه الليمبك سيستم لان هو لقينا متوصل بحاجات ثانيه في اخر شكله كله مش ليمبك ولا حاجه. وبعدين لما لقينا الوظيفه بتاعته متعلقه بالسميل سنسيشن بيقولوا عليها الايه راينون ايه راينون سيفالون. طيب يبقى ده الاسمس بتاع السنجولت جيرس، ده الاسمس بتاع السنجولت جيرس قبل ما يتحول للايه الهيبوكامبال بيدينا الايه الاسمس، ده الباينيال بودي، الاوكسيبيتو تمبرال جيراي، ده الاوكسيبيتو تمبرال، اوكسيبيتو تمبرال، اوكسيبيتو تمبرال، ده بنبدا من الاوكسيبيتو تمبرال لانه بادئ من الاوكسيبيتال لوب لحد الايه لحد التمبرال بول، البول قصدي اسف، الاوكسيبيتال تمبرال جيراي. الاوكسيبيتال تمبرال جيراي ده بنسميه الايه الميديال، الميديال اوكسيبيتال تمبرال او الميديال اوكسيبيتال تمبرال ايه جيرس، اوكسيبيتال تمبرال جيرس او الميديال
ميديال اوكسيبيتال تمبرال جي راي. طيب ده الكالوزال، الكالوزال سلكس، ده الكالوزال سلكس اهوت بالنسبه لنا، وده البوستيرور كوميشر، البوستيرور كوميشر الباراهيبوكامبال جيروس او الهيبوكامبال جيروس، ده الانكس، ده الاوبتيك كياس، الاوبتيك كياس وده التمبرال بول، ده التمبرال بول، ده اللامينا ترمينالز الواصله بين الروستروم والاوبتيك اوبتيك كياس، ده الانتيريور كوميشر، ده سبكالوزال اريا، ده سبكالوزال اريا، ده اريا ده سبكالوزال، وده الفورنكس هو اللي بيوصل لي الماميلاري بودي بالايه بالهيبوكامبس زي ما هنقول، ده الفرونتال فرونتال بول، ده الكالوزال سالكس، ده السنجلت سالكس والسنجلت جيرس والسنجلت سالكس اهوت، وسوبيريور فرونتال جيرس، سوبيريور فرونتال ايه سوبيريور فرونتال جيرس او بنسميه ميديال فرونتال جيرس لكن هو جزء من الايه من السوبيريور، الباراسنترال سالكس، الباراسنترال سالكس ده باراسنترال، شوف بقى اللي هو سنترال سالكس في حتى قدام منه تبع الموتور وحتى ده تبع الايه تبع السنسوري، وهنلاقي السنترال سالكس قريب قوي من الايه من من المارجنال، المارجنال اللي هو المارجنال ده اللي هو تبع الايه تبع السنجلت، تبع الايه سنجلت ده المارجنال ايه سالكس، ده طبعا البريكونس والباراهيبوكامبال سالكس، البارا البرايتو اوكسيبيتال سالكس انا اسف، ده البرايتو اوكسيبيتال ايه سالكس وده الايه والكونس، ده الحاجات دي طبعا اتكلمنا عنها اهوت. هنطلع تاني يعني كنا بنتكلم على الايه الكالكراين، هننزل عند الايه الكالكراين، يبقى الكالكراين ده بيبدا ايه بلو اسبلينيوم، بيبدا تحت الايه تحت الـ تحت الاسبلينيوم، بيبدا تحت الاسبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم اند ران باكورد، ويمشي ايه باكورد اند ابورد تو ميت بوست كالكراين سالكس عشان يبقى يقابل الايه البوست كالكراين سالكس از ذا لور اند اوف ذا برايتو اوكسيبيتال سالكس، يبقى اللي بيقسموا الكالكراين وبوست كالكراين هو الايه البرايتو اوكسيبيتال ايه سالكس، ات از ديب سالكس، ديب عميق جدا جدا لدرجه ما بيفصل تقريبا البرين سلكس كبير او الكالكراين ده، البوست كالكراين ده بيجين فروم ذا ايه ذا اوكسيبيتال بول، بيبدا من الاوكسيبيتال بول واخدين من ورا ويطلع لقدام اند ران فورورد اند ابورد تو ميت الكالكراين سلكس از ذا لور اند بتاع البرايتو اوكسيبيتال، نفس النظام عند اللور اند بتاع البرايتو ايه اوكسيبيتال، البرايتو اوكسيبيتال بقى ستارت فروم ذا جنكشن اوف ذا كالكراين اند بوست كالكراين سلساي باسز ابورد ابورد تو كات ذا ابر بوردر اوف ذا هيمسفير، يطلع الابر بوردر اباوت 2 انشز ان فرونت اوف ذا اوكسيبيتال بول، وقلنا الحته دي بيكون محاوطها ايه الاوكسيبيتو بارايتال اركس او اركس اوكسيبيتو بارايتالز اتس ابر اند تيرن داون وورد داون وورد فور شورت ديستانس ان ذا لاترال هيمسفير، قلنا عكس السنترال اللي هو بياخد بينزل داون وورد شويه حاجات بسيطه على الميديال سيرفيس توجذر ويز كالكراين اند بوست كالكراين ات فورم واي شيبد ايه سالكس، يعني مع الكالكراين بوست كالكراين بيعملوا الايه الواي شيبد ايه واي شيبد ايه سالكس، مش مشكله نعلم الحته ديت كلها، يبقى الواي شيبد ايه مش حاجة مهمة قوي يعني، لكن الكولاترال سالكس، الكولاترال بقى سالكس اتس بيست ماركت، يبقى ده اكتر حاجه ده البيست ماركت بالنسبه للتنتوريال سيرفيس اللي هو الكولاترال دوت، يبقى الكولاترال على التنتوريال سيرفيس بيبدا من الاوكسيبيتال بول تو الاوكسيبيتال تمبرال بول، يبقى الكولاترال دوت بيبدا من الاوكسيبيتال بول للايه للتمبرال ايه بول، الكولاترال ده من الاوكسيبيتال بول بياخد ايه بيوصل ما بين الاثنين بول، يبقى لما اسالك واقول لك ايه اللي بيوصل ما بين التمبرال بول والاوكسيبيتال بول يبقى هو الكولاترال ايه سالكس، اتس ميدل بارت از فيري ديب، الجزء اللي الميدل بتاعه بيكون ديب جدا جدا فيري ديب، اتس ميدل بارت بيكون فيري ديب، دي حته مهمه بالنسبه لنا بالنسبه على البودي يعني، بنقول شالو جروف كولد راينال سالكس، في النهايه كده بيكون راينال سالكس اكستند فورورد اند ميديالي، فورورد اند ميديالي فروم ذا اي بوينت نير ذا انتيريور اند اوف ذا كالوزال سالكس تو كومبليت اوت لاين اوف ذا اي انكس، عشان يحوط لنا على الايه على الانكس، ده بنسميه الايه راينال ايه راينال سالكس، هنشوفه بعد شويه اللي هو بايه بيحوط لي على الانكس من ايه بيحوط لي على الانكس من ايه من بره يعني. طيب الاوكسيبيتو تمبرال سالكس، اوكسيبيتو تمبرال يبقى احنا عندنا الكالوزال وده الاوكسيبيتو تمبرال، الاوكسيبيتو تمبرال الريجولار انترابتد سالكس ويتش لاي لاترال اند بارلل تو ذا كالوزال، يبقى بيكون ايه لاترال بالنسبه لنا، يبقى الكولاترال ده بيكون جوه والاوكسيبيتال الاوكسيبيتو تمبرال سالكس بيكون ايه بره، طيب يبقى بيكون ايه لاترال اند بارلل تو كولاترال هو نعلمه ديت. طيب الجيراي بقى
الكونوس طبعا زي ما احنا شفناها، الكونوس استرانجولار اريا من اسمها كده، هي الكون مخروط بتاع الكورتكس اللي بتكون موجود ايه اباف بوستيكال كراين سالكس، بتكون فوق البوستيكال كراين، يبقى بتكون موجوده فوق الايه البوستيكال كراين سالكس اند بيهايند برايت اوكسيبيتال سالكس، اتس فورم ميديال سيرفيس اوف اوكسيبيتال لوب، ده بيكون الميديال سيرفيس، يبقى الميديال سيرفيس بتاع الاوكسيبيتال لوب كلهم ايه الكونوس، يبقى الاوكسيبيتال لوب كله من جوه بيسميه ايه بنسميه الكونس. اتس كونتين بارت اوف ذا فيجوال كورتيكال، يعني بيحتوي على الجزء الاهم، مش بارتس بس، ده الجزء الاهم من الاوكسيبيتال، من الفيجوال، من الفيجوال كورتكس، بتكون موجوده في ايه في الكونس. طيب اللينجوال جيرس، اللينجوال جيرس ده لايز بتوين الكالكراين اند بوست كالكراين، تحت الكالكراين وبوست كالكراين سلساي اند بوستيريور بارت اوف ذا ايه كالوزال سالكس، والايه بوستيريور بارت بتاع الايه الكلا انا اسف الكولاترال ايه سالكس. انتيريور اللي هو اللينجوال ده اللي هو بيسميه لينجوال جيرس، ده انتيريور بيكون ايه متصل بالهيبوكامبال جيرس او البارا هيبوكامبال زي ما انا كاتب كده. ات لوكس لايك ذا تانج، يبقى ده بيشبه التانج، اند كونتين جريتر بارت اوف ذا فيجوال اريا، بيحتوي على الايه على الجريتر بارت بتاع الفيجوال اريا. انا اسف لما كنت بقول ان الفيجوال اريا اغلبيتها تبع الكونس، كنت اقصد ان اغلبيتها تبع الميديال ايه سيرفيس، اللينجوال بيكون بيحتوي على الجزء الاكبر من الفيجوال اريا، و الكونس بيحتوي على ايه كونتين بارتس بتاع الايه الفيجوال كورتيكال اريا. طيب البري كونس اللي بيكون قدام ده كوادريلاترال اريا، بتكون موجوده بين المارجنال سالكس اللي هو ايه الفرونت قدام، واللي هو الكونتينويشن اللي هو واحد من الايه بتاع بيكمل واحد من الفروع بتاع السنجولت، والبرايتال اوكسيبيتال سالكس اللي هو بهايند، والسب برايتال سب برايتال اللي هو برضو اللي هو كونتينويشن او واحد من الفروع بتاعه السنجولت جيروس، سب برايتال سالكس بلو اند ابر بوردر اي اباف، ات فورمز ميديال سيرفيس اوف برايتال لوب، بيعمل لنا الميديال سيرفيس بتاع الايه بتاع البرايتال لوب كله. يبقى البري كونس، يبقى الكونس هو الميديال سيرفيس بتاع الاوكسيبيتال لوب، والبري كونس هو بتاع البرايتال لوب، يبقى البري كونس بتاع البرايتال والكونس بتاع الاوكسيبيتال. البارا سنترال لوبيول بقى ده كوادريلاترال اريا برضو، موجوده الفرونت بتاع الايه بتاع المارجنال سالكس، سراوند ذا ابر اند بتاع السنترال سالكس اللي هو الجزء الصغير اللي بيكون موجود على الميديال سيرفيس، بتحتوي على الموتور سنسوري اريا بتاع اللور ليمب وايه والبرينيوم، مهم يبقى اللور ليمب والايه والبرينيوم بيكون موجودين في الايه البارا سنترال ايه لوبيول. الميديال فرونتال جيروس، يبقى الميديال فرونتال جيروس، ميديال فرونتال لايز اباف سنجلت، يبقى الميديال فرونت بيكون فوق الايه سنجلت جيروس ان فرونت اوف ذا باراسنترال لوبيول، قدام الباراسنترال لوبيول ات فورم ميديال سيرفيس بتاع سوبيريور فرونتال جيروس، يبقى الميديال فرونتال جيروس هو الميديال سيرفيس بتاع الفرونتال ايه سوبيريور فرونتال جيروس، يبقى السوبيريور فرونتال جيروس ده الميديال سيرفيس بتاعه بنسميه الميديال فرونتال ايه الميديال سيرفيس بتاعه بنسميه الميديال فرونتال الميديال فرونتال جيروس. طيب سنجلت جيروس، نعم سنجلت جيروس ده بيبدا بلو سنجلت سالكس، يبدأ بلو سنجلت سالكس اند اباف كالوزال سالكس، بوستيريورلي ذس جيروس بيكم كونتينوس وذ نارو باند اوف ذا كورتكس ويتش لاي بلو اند بيهايند سبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم اند اس كولد اسمس اوف ذا ليمبيك لوب، يبقى المنطقه اللي هي ايه بيكمل مع الحته بيهايند سبلينيوم اللي هو بنسميه نارو باند، نارو باند يبقى نارو باند اوف ذا كورتكس ويتش لايز بلو اند بيهايند سبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم اند اس كولد اسمس اوف ذا limbic loop. The isthmus is continuous in front with parahippocampal gyrus أو hippocampal gyrus كده، يعني إيه ده أو ده ماشي، طبعا الهيبوكامبال ده اللي تحت ماشي. طيب بعد كده بناخد البارا هيبوكامبال جيروس والايه والانقس، لايز بتوين هيبوكامبال سالكس اند ايه اند انتيريور بارت اوف ذا كالوزال ايه سالكس، اتس انتيريور بارت يبقى اتس انتيريور، يبقى هي بتكون موجوده بين الهيبوكامبال سالكس اند انتيريور بارت بتاع الكولاترال سالكس، اتس انتيريور اند، الانتيريور اند بتاعتها بيند تو فورم الانكس، بيكون الايه الانكس، اتس بوستيريور اند از كونتينيو تو سينجولت جيرس عن طريق الاسمس بتاع الليمبيك لوب اند اولسو ويز لينجوال جيرس، وكمان لينجوال جيرس اتس موست امبورتنت جيرس ان التنتوريال سيرفيس، يبقى ده اهم جيرس على التنتوريال سيرفيس، زي ما قلنا ان الكولاترال هو اهم واحد
واحد انه بيكون ايه بيحددها من ايه من بره، او الاكثر واحد بين كازانكاس الكولاترال، واهم جيروس هو الباراهيبوكامبال او الهيبوكامبال، ده اهم واحد على التنتريال سيرفيس او الميديال سيرفيس. الميديو اوكسيبيتال تمبرال جيروس، الميديال اوكسيبيتال تمبرال جيروس بنسميه الفيوزيفورم. يبقى الفيوزيفورم ده بيكون ايه ميديال، ات لايز بتوين كولاترال سالكس اند اوكسيبيتال تمبرال سالكس، يعني بين الكولاترال اند اوكسيبيتال تمبرال، واللاترال اوكسيبيتال تمبرال ده لايز لاترال تو اوكسيبيتال تمبرال سالكس ريبريزنت انفيريور تمبرال جيروس. يبقى اللاترال اوكسيبيتال تمبرال جيروس ده بيسمينا الانفيريور تمبرال جيروس سين فروم بلو. يبقى الانفيريور تمبرال جيروس لما نشوفه من تحت يبقى سين فروم، لما نشوفه من ايه من الانفيريور سيرفيس او من الميديال سيرفيس بنسميه لاترال اوكسيبيتال تمبرال جيروس. ده الميديال اوكسيبيتال تمبرال جيروس بنسميه الفيوزيفورم، وده واخد مساحه كبيره اللي هو كل اللاترال ما بين الكولاترال والاوكسيبيتال تمبرال سالكس. يبقى اللاترال والاوكسيبيتال تمبرال سالكس هو ده كل المساحه بتاعتهم. طيب نكمل بعد كده، قلنا الرسومات دي طبعا هو الاسم صوت، قلنا السنجوليت اهوت بيجي حته ضيقه كده اللي هو بنسميه الاسم بتاع السنجوليت جيروس، بتكون بيهايند وبيلو، يبقى بيهايند السبلينيوم وبيلو السبلينيوم. قلنا الميديال سيرفيتال الاوكسيبيتال كله بنسميه الميديال سيرفيس، ده بنسميه الكونوس، والبريكونوس بياخد الميديال سيرفيس بتاع الايه بتاع البرايتال، وقلنا ده الكولاترال، ده الكولاترال سالكس، وده الهيبوكامبال ده اللي هو بيكمل هنا بيكمل بتاع الايه بتاع الكالوزال بيسمى على الهيبوكامبال، وده الانكس، والمفروض ان هو من بره كده بس طبعا هي الصوره دي مش واضحه شويه بنسميه الايه الهيبوكامبال. هنشوف الحتة دي باين هنا اكتر اهوت، الدنيا دي واضحه هنا اكتر، ده السنكولي جيرس اهوت بيكمل عن طريق الاسمس بيكون الايه الهيبوكامبال. هنا الابر اند بتاع السنترال سالكس، ده البارا سنترال لوبيو، ده البري سنترال سالكس، وده البوست سنترال، وده المارجنال سالكس. البوست سنترال سالكس مش باين هنا اصلا، يبقى ده البارا سنترال لوبيو، الجزء ده بتاع اللور ليمب ده الموتور، واللي ورا ده سنسوري، ونلاقي ان المارجنال قريب قوي من الايه من السنترال، عشان كده نلاقي الجزء بتاع الموتور اكبر من الايه سنسوري. سبرايتال او سوبرا سبلينيال سالكس، يبقى السالكس ده السنجل ده بيكون ده بنسميه الجزء ده سبرايتال، لان البرايتال فوق اهو ده البريكونس المنطقه المربعه ديت، ده البريكونس ده سبرايتال او سوبرا ايه سوبرا سبلينيال او سوبرا سبلينيال سالكس. البرايتو اوكسيبيتال سالكس اهوت، وبيقابلني تحت الكالكراين، ده الكالكراين ده البوست كالكراين، ده البرايتو اوكسيبيتال سالكس، وده البوست كالكراين، وده الكالكراين، وده الكونس اللي بيمثل الميديال سيرف بتاع الاوكسيبيتال لوب، وهنا الكالكراين سالكس، وهنا الكولاترال سالكس، واللي جوه ده الهيبوكامبال سالكس. يبقى الهيبوكامبال سالكس وده الكولاترال، وده التمبرو اوكسيبيتال او اوكسيبيتال تمبرال تمبرو اوكسيبيتال سالكس، يبقى التمبرو اوكسيبيتال سالكس ده طبعا بيكون نهايه ميديال بالنسبه له، ميديال اوكسيبيتال تمبرال سالكس. ميديال اوكسيبيتال تمبرال سالكس ده بيسموه الفيوزيفورم، وده اللاترال اوكسيبيتو تمبرال سالكس ده الانفيرور تمبرال بس لما نشوفه من تحت. ده الراينال سالكس اهوت، ده هو الراينال سالكس اهوت اللي هو ايه الكونترويشن بتاع الايه الكونترويشن بتاع الكولاترال، يطلع منه حته كده ايه تحدد لي الانكس، عشان تحدد الاوت لاين بتاع الانكس بنسميه الايه الراينال سالكس. طيب هنا نفس الحاجات ديت جابها تاني، مفيش اي مفيش جديد. ده الميديال فرونتال جيروس، الميديال فرونتال جيروس هو ايه او الميديال ميديال سيرفيس او الميديال بارت بتاع الايه او الميديال سيرفيس بتاع السوبيريور فرونتال جيروس، البارا سنترال ليبيول، البريكونس، ودي الكونس. يبقى البريكونس هو الميديال سيرفيس بتاعت الايه البرايتال، بي بي مع البي، والكونس مع الاوكسيبيتال، ده اللينجوال ليبيول، ده اللينجوال ليبيول اللي هو تحت الكالكراين، تحت الكالكراين والايه والبوست كالكراين، ده لينجوال، وطبعا اللينجوال موصل مع الهيبو ايه هيبو كامبل، والهيبو كامبل موصل مع اللينكولات عن طريق ايه الاسمس. هيقول لنا الحاجات ديت يعني البي دي بنسميها الاسمس، الاسمس في الليمبيك لوب، ده السنجولات، ده سنجولات جيروس، وهنا الهيبو كامبل جيروس، وهنا الانكس، يبقى ده السنجولات وده اللينجوال، وده الميديو تمبرال، ده الكولاترال سالكس طبعا ميديال ليه الهيبوكامبال او اللينجوال. الميديال تيمبرو اوكسيبيتال جيروس، ده الميديال تيمبرو اوكسيبيتال جيروس او الفيوزيفورم او الفيوزيفورم، وده اللاترال تيمبرو اوكسيبيتال جيروس او الانفيرو تيمبرال جيروس. راينوسيفالون اللي هو ايه جيروس
فورنيكيتس عشان الفورنيكس يعني، او جيروس فورنيكيتس او الليمب كلوب، الاسم قديم الليمب كلوب، لكن هو دلوقتي راينو سيفالون او جيروس فورنيكيتس، يبقى الجيروس الموجود فيه الايه الفورنيكس. بنقول الاولفاكتوري نيرف ده بالنسبه لنا الاولفاكتوري نيرف اللي راينو سيفالون هو كده، فاحنا نتكلم عن راينو بعد الشم، فبنقول الاولفاكتوري نيرف فيلمنت ده بيسمينا الفيرست اوردر نيورون، ايه بتعمل ريليف الاولفاكتوري بالب اللي هو سكند اوردر نيورون، والاكسون بتاع السكند اوردر نيورون بتمشي باكورد في الاولفاكتوري تراكت، وبتنتهي عن طريق انها تقسم للميديال واللاترال روت او الاسترايا زي ما قلنا قبل كده. طيب واللاترال روت بتروح ايه لاترال اوفر ذا لاترال بارت اوف ذا انتيريور فلويد سبستانس، بتكون ايه على الانتيريور فلويد سبستانس او محوطه من ايه اللاترال بارت بتاع الايه الانتيريور فلويد سبستانس عشان تنتهي في الايه في الانكس، وان الانكس ده السنتر بالنسبه لنا او الكريتيكال سنتر بالنسبه للايه للسبيل سنسيشن. فارذر كونكشن فاكتور ماس واي ار انسرتن ذا برين، يبقى الكونكشن الثانيه اللي هو بتاع الميديال مش متاكدين منه، مش متاكدين منه بالنسبه للايه البرين. راينوسيفالون مينز او الفاكتور برين، يبقى الراينوسيفالون بنسميها الفاكتور برين او المخ الشامي. ذا بارت اوف ذا سيريبرال هيمسفير، ده الجزء من السيريبرال هيمسفير ويتش از ريليتد تو سميل سنس اوف سميل، لحاسه الايه الشم. راينوسيفالون ده ذا اولدست بارت اوف السيريبرال هيمسفير، ده الاولدست بارت ده اقدم جزء موجود حتى في الحاجات البدائيه الحيوانات البدائيه في الحاجات اللي بتتكون بدري برضه بالنسبه للامبريولوجي. يبقى اولدست بارت اوف السيريبرال هيمسفير اند اتس بارتس ار سين مينلي ذا انفيريور اند ميديال سيرفيس، والاجزاء بتاعت الراينوسيفالون بتشوف اساسا على الانفيريور والميديال سيرفيس، بتشوف اجزاء وبتشوف بشكل اساسي على الايه على الانفيريور والميديال سيرفيس. هو بيتكون طبعا فورم من اربعه ستراكشر، السنجولم سنجوليتد جايروس والاسمس بتاع الليمبيك لوب والهيبوكامبال جايروس او الانكس. طبعا احنا قلنا الهيبوكامبال ده اصلا بيتصل عن طريق الفورنكس، بيتصل بتول الميلاري بودي، والميلاري بودي بيتصل بالسلاماس عن طريق الايه بميلو سلاميك، وبيتصل بالايه بتجمنتال سميت برين عن طريق ميلو تجمنتال. فعشان كده ايه حته ليمبك ما عادش ليمبك قوي، الدنيا بقت متشعبه اكتر يعني. ذا ليمبك لوب از اولد نيم، يبقى ليمبك لوب ده بقى اولد نيم. لونج تايم اجو من فترات طويله كان بيعتقد ان الفور ستراكشر بتاع الليمبك لوب مرتبطه بالسنس اوف سميل، بحاسه الايه الشم بس، لكن حديثا والله ايه لقينا ان هو الموضوع ايه لقينا ريسيرش ورك شو ذات ان الاونلي انقص عند اجونينج برتيبا، الانقص والجزء المقاوم ليها بتاع الهيبوكامبال هيبوكامبال جايروس ار كونسيدرد سميل سنسيشن، يبقى فقط الانقص والاجزاء المجاوره ليها، يبقى مش الانقص بس، ده الانقص والايه والاجونينج برتيبا الاجزاء البسيطه اللي مجاوره ليها في الهيبوكامبال جايروس هي ديت اللي مسؤوله من ايه سنس اوف سميل. ات از ناو كونسيدرد دلوقتي بيعتقد ذات ذس راينوسيفال ستراكشر ار كونسيدرد ويز اوتونوميك فيسرال اكتيفيتيز، يبقى الانشطه بتاع بتاعت الداخليه يعني الحاجات الاوتونوميك الجوع والعطش والجنس والشرب والحاجات ديت كلها بيكون هو الايه مسؤوله بها الاوتونوميك فيسرال اكتيفيتيز. طيب هنا الرسمه ديت برضه مبين لنا الحاجات ديت بشكل اكبر، يبقى ده الكوربس كالوزم بالاجزاء بتاعته، ده السبرينيوم عامل زي الطحال الكبير اهوت، وده الايه الروسترام، وده الايه الشينو، وده الايه وده البودي، ده الكوربس كالوزم، وده الايه وده السلامس، وده استرايا ترمناليس، وده الاسترايا ترمناليس كده اللي هو ايه هنبقى اتكلمنا عنها قبل كده. استرايا ترمناليس انا اسف، استرايا ترمناليس غير اللامينا ترمناليس، انا اسف، استرايا ترمناليس بتوصل ما بين الايه ما بين الاميجدالا، ديت الاميجدالا بتوصلها للحاجه الايه فينتروميديال نيوكلياس اوف هايبوثالامس، يبقى بتوصلها اهوت زي ما هو واضح هنا كده. نغير اللون، نغير اللون نخليه احمر مثلا يبقى باين اهو. مش راضي يغير، مش مشكلة. يبقى ايه ده هيحصل وقت بس، يبقى ده ايه بيروح للايه الفنتروميديال نيوكلياس بتاع الهيبوثالامس، يبقى ده استرايا ترمينالس بتوصل الاميجدالا بالايه الفنتروميديال نيوكلياس بتاع الهيبوثالامس. هنا بيقول لي والله الهيبوكامبس
ده الهيبوكامبس اهيت. ده الهيبوكامبس بيقول مسؤول عن الميموري والايه والميموري اكوزيشن، الاكتساب الايه الذاكره. الاميجدالا ده بالايه الايموشنز، الاميجدالا بتكون مسؤوله عن موضوع الايه الايموشن. الماميلاري بودي، الماميلاري بودي ديت اهوت متوصله عن طريق الفورنكس، متوصله بالايه بالهيبوكامبس. وهنا الاولفاكتوري بالب، الاولفاكتوري بالب ده الاولفاكتوري تراكت، والاولفاكتوري استرايا ده الميديال، وده اللاترال هنوصل للأنكس. والسبتم يبقى ايه، السبتم ده بيكون مسؤول عن الميجر وايه والريبرودكشن. يبقى اللي هو السبتم اللي هو ما بين الايه سبتم بلوسيدم، والسبتم بلوسيدم واللي بيكون موجود في الهايبو سالاماس بيكون مسؤول عن البليجر اللي هو اللذة والايه والتكاثر. بليجر ريبرودكشن، بليجر والايه والريبرودكشن، ده الايه السبتم موجود في الهايبو سالاماس. الفورنيكال فرونتال كورتكس ده الفورنكس، ده السنجلت كورتكس اللي هو البين اند فيزرال ريسبونس. يبقى السنجلت ده بيكون مسؤول عن البين، سنجلت بيكون مسؤول عن البين اند فيزرال ريسبونس، والتجمات بتاع الايه الفيزرال وده الكوربس كالوزم. كده نفس الحاجات اللي احنا ايه قلناها. هنقف عند الامبورتنت فانكشنال ارياز بتاع السيريبرال هيمسفير، نكملها في المره الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.